بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي ومشاهدين دارسي مادة الكيمياء من طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، أهلا ومرحبا بكم ودرس جديد من دروس الكيمياء العضوية. بداية أرحب بالأستاذ سامي الجزار خبير الكيمياء بوزارة التربية والتعليم. أهلا بك يا أستاذ سامي. أهلا بك يا أستاذ خالد، وأهلا ومرحبا بأعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة. كل الأمنيات الخيرات لكم جميعا، وربنا يبارك في وقتنا ووقتكم بإذن الله رب العالمين، ويبقى كل الاستفادة ليكم بإذن الله. تفضل. طبعا يعني دي تاني حلقة من حلقات الكيمياء العضوية، وما زلنا احنا بنتكلم في اساسيات هامة جدا خاصة بالكيمياء العضوية. كنا ابتدينا في الحلقة السابقة باساسيات مهمة جدا 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 جدا، طبعا لعلكم تكونوا قد استفدتوا منها. احنا بنستكمل هذا الموضوع في حلقتنا اليوم. كنا اتكلمنا عن المركبات الهيدروكربونية، لكن احنا هنسمع تقسيمة عامة بشكل كده سريع بعدين نخش في موضوع حلقتنا النهاردة ان شاء الله، اللي هو بنتكلم عن الالكانات، تقسيمة المركبات الهيدروكربونية اللي احنا هنذكر حضراتكم بيها مع الاستاذ سامي. اتفضل يا استاذ سامي. اهلا وسهلا بك يا استاذ. احنا مبدئيا احنا عارفين ان سموها المركبات العضوية لان معظمها يا اما من اصل عضوي او اصل حيواني، وكان عالم اسمه بارازيليوس، الكلام ده سنة 1806، قسم المركبات الى مركبات عضوية ومركبات غير عضوية، وعمل نظرية اسمها نظرية القوة الحيوية، اللي اكد من خلالها ان المركبات العضوية لا يمكن تحضيرها في المعمل ما في المختبر، لحد لما جه عالم اسمه فوهلر قدر يحضر مركب عضوي وهو اليوريا من مركبات غير عضوية، وفتح الباب على مصراعيه امام تحضير المركبات العضوية. كل العقاقير مركبات عضوية، كل الاصباغ مركبات عضوية، كل الدهانات مركبات عضوية، كل عدة المكياج مركبات عضوية. فالمركبات العضوية بقت واسعة الايه الانتشار. وعرفنا برضو ان اسباب الوفرة بتاعتها، السر في ذرة الكربون اللي بيقدر يعمل روابط احادية وثنائية مع نفسها او مع غيرها، ويقدر يعمل سلسلة مستقيمة وحلقية متفرعة، الحاجات دي كلها. وبعد كده عرفنا ان الكيمياء العضوية عشان تدرسها صح لازم تخلي بالك ان في صيغة جزيئية وصيغة بنائية، ولازم اشتغل بالصيغة البنائية الافضل، لان بيوضح لي نوع الذرات وعددها وكيفية الارتباط فيما بينها. وبعد يعني كده يعني احنا بنفضل الصيغة البنائية عن الصيغة الجزيئية لوجود مشابهة جزيئية، الله يفتح عليك، ولذا يفضل استخدام الصيغة البنائية عن الصيغة الجزيئية. الله يفتح عليك. بعد كده خدنا التقسيمة بتاعت المركبات العضوية، بتنقسم الى قسمين، هيدرو مركبات هيدروكربونية ومشتقات. المركبات الهيدروكربونية في منها الاليفاتي وفي منها الاروماتي. المركبات الاليفاتية في منها ذات السلسلة المفتوحة وفي منها الايه الحلقية. احنا شغلنا النهاردة هينصب على المركبات الهيدروكربونية الاليفاتية ذات السلسلة المفتوحة، وهدرس منها اول نوع اللي هي الالكانات المشبعة. اتفضل يا استاذ. يعني المركبات الهيدروكربونية الاليفاتية اللاحرقية المشبعة اللي هي عبارة عن الالكانات. الالكانات دي عبارة عن مركبات هيدروكربونية، قلنا اليفاتية لا حلقية مشبعة. معنى كلمة مشبعة ان الروابط بين ذرات الكربون احادية من النوع سيجما القوية صعبة الكسر، ولذا يقال الالكانات خاملة كيميائيا. ليه الالكانات خاملة كيميائيا؟ هنقوله طبعا لصعوبة كسر الرابطة سيجما القوية اللي موجودة بين ذرات الكربون. طيب. ولكن الصيغة العامة للالكانات هي CnH2n زائد 2، لكن احنا هنستنتج من خلال الصيغة العامة للالكانات مفهوم السلسلة المتجانسة اللي برضو احنا عايزين نذكر تلامذتنا بيه. فرقونا كده ميثان، ايثان، بروبان، بيوتان، برضو من ضمن الاسس الهامة جدا اللي كان لابد الطالب يعرفها، ان في مقاطع بتدل على عدد ذرات الكربون اللي عبارة عن الميث والايث، بروب، بيوت، بنت، هكس، هبت، اوكت، نون، ديك، وبرضه في مقاطع تدل على نوع الرابطه. طب احنا النهارده بنتكلم عن الالكانات اللي تبقى الروابط بين ذرات الكربون، روابط ايه؟ احاديه. المقطع الذي يدل على نوع الرابطه ان الرابطه رابطه احاديه هو المقطع ايه؟ ان. طبعا هنستدل بس من ساعتنا كده على بعض المركبات اللي هي الالكانات، ونستنتج منها حاجه اسمها السلسله المتجانسه. اتفضل حضرتك. قبل ما بس نخش في الجزئيه دي، انا احب اذكر لان الطالب بينسى شويه، افكر الطالب ان يعني ايه رابطه سيجما.
الرابطة سيجما تتكون بتداخل أوربيتالين ذريين على خط واحد بالرأس، فيحدث أقصى تداخل فبيدين رابطة قصيرة وقوية. الرابطة باي تتكون بتداخل أوربيتالين ذريين متوازيين بالجنب، فالتداخل ضعيف، عشان كده الرابطة باي سهلة الكسر. أي مركب كل الروابط اللي فيه سيجما يبقى الهيدروجين مكفي الكربون. طب لو في رابطة باي يبقى الهيدروجين مكفاش، يبقى ده مركب غير مشبع. طب لو في رابطتين باي أكثر عدم تشبع. احنا النهاردة بنشتغل على الجزء اللي فيها المركبات كلها مشبعة اللي هي الألكانات. احنا عندنا عشان نعرف الألكانات والسلسلة المتجانسة، زي ما حضرتك قلت ان المقطع الاولاني ده ميس، ده يدل على عدد ذرات الكربون. طب لو حطيت له ألف نون يبقى ده ألكان. طب اجيب الرمز بتاعه ازاي؟ انا ما بحفظش القانون الجزيئي بتاعي قدامي. ميس يعني ان بكام؟ بواحد. هيبقى الهيدروجين اتنين في واحد باتنين زائد اتنين باربعة، يبقى انا كده جبت رمز الميسان، الصيغة الجزيئية للميسان. انا حفظتش حاجة. لو واحد جه اتنين يعني ايس، احط له المقطع الف نون يبقى ايسان. طالما ايث يعني ذرتين كربون، ان يعني هيدرو ايه كربون مشبع، اعوض في القانون الايه العام بتاع الايه المجموعه دي اللي هي المجموعه المتجانسه دي. يبقى انا عندي ذره الكربون اتنين، يبقى الهيدروجين اتنين في اتنين باربعه زائد اتنين بسته. ناخد كمان البروبان زياده تاكيد، بروب يعني عندي كام ذره كربون؟ ثلاث ذرات ايه؟ ثلاث ذرات كربون. هحط له المقطع الف نون يبقى بروبان. طب انا عايز اكتب الصيغه الجزيئيه بتاعته، انا ما بحفظش، عشان كده دايما اقول للطالب ما تحفظش كيمياء عضويه لانها ما بتتحفظش، لازم يكون دماغك دي شغاله، لانها عامله زي الرياضه، بنسميها الرياضيات الكيمياء. يبقى انا عندي البروب يبقى الكربون كام؟ 3. يبقى الهيدروجين 2 في 3 ب 6 زائد 2 بكام؟ ب 8. لو انا مسكت ايسان، ايسان بروبان بيوتان بنتان هكسان هبتان نونان ديكان اوكتان نونان ديكان، ده كده مع بعض كده بسميها السلسله المتجانسه. طب يعني ايه سلسله متجانسه؟ مجموعه من المركبات العضويه بيحكمها قانون جزيئي عام اللي هو جوه الايه؟ جوه المستطيل ده. تتشابه في الخواص الكيميائيه ومتدرجه في الخواص الايه؟ الفيزيائيه. متدرجه في الخواص الفيزيائيه زي ايه؟ زي درجه الايه؟ الغليان. كل ما بنزل لتحت الكتلة الجزيئية بتاع المركب بيزيد، درجة الانصهار والغليان كمان ايه بيزيد. تفضل استاذ خالد. سعادتك نبهتنا لملحوظة هامة جدا، الرابطة سيجما والرابطة باي. وبرضو طالما احنا بنتكلم عن الاسس المهمة جدا بالنسبة لتلامذتنا اللي في انتظارها في هذه الحلقات الهامة جدا، ان المركبات الهيدروكربونية الاليفاتية اللاحلاقية إما أن تكون مشبعة أو غير مشبعة. لو مشبعة تبقى الرابطة بين ذرات الكربون رابطة أحادية من نوع سيجما القوية. لو غير مشبعة إذا إما أن تكون الرابطة رابطة ثنائية أو رابطة ثلاثية. لما تبقى الرابطة رابطة ثنائية يبقى كده أنا عندي واحدة سيجما وواحدة باي. الله يفتح عليك. ثلاثية واحدة سيجما واثنين باي. أيوه. إحنا قلنا أن الرابطة باي هي رابطة ضعيفة سهلة الكسر. اذا هنستنتج نتيجة برضو هامة جدا، ان انا ما عنديش روابط باي في الالكانات اكثرها. اذا الالكانات لما تتفاعل تتفاعل بالاستبدال او الاحلال. اذا الالكانات تفاعلاتها استبدالية او احلالية. ادي معنى كلمة ان السلسلة المتجانسة مجموعة من المركبات لها قانون جزيئي عام تشترك في خواصها الكيميائية. اذا كل الالكانات لما تتفاعل يا استاذنا تبقى تفاعلاتها تفاعلات استبدالية او احلالية لعدم وجود رابطة باي، لكن الالكينات او الالقينات تتفاعل بالاضافة، والاضافة في الالكينات بتتم على مرحلة واحدة فقط لا غير، لوجود رابطة باي واحدة فقط لا غير. اما في الالقينات تتفاعل بالاضافة على مرحلتين لوجود رابطتين من النوع باي. اذا بصفة عامة لابد ان تلامذتنا ابنائنا يعرفوا يفهموا ان الالكانات
تفاعلاتها استبدالية او احلالية بعكس الالكينات او الالقينات. لكن احنا هنخص في دراستنا النهاردة الالكانات وهي ما تسمى بالبارافينات. اذا احنا بقى عرفنا ان الالكانات مركبات هيدروكربونية ألفاتية لا حلقية مشبعة، الصيغة العامة لها CnH2n. لما كنا بنتكلم بقى عن السلسلة المتجانسة، كل مركب يزيد عن الذي يسبقه بمجموعة ميسين أو ميسيلين CH2. لكن من الحاجات الهامة جدا شك الألقايل. ما علاقة شق الألقايل بالألكان عشان قبل ندخل على تسمية الألكانات اللي هتبقى تعتبر أساس في موضوعنا النهاردة؟ ما هو شق الألقايل؟ شق الألقايل دي مجموعة ذرية عضوية أحادية التكافؤ لا توجد في حالة انفراد، يشتق من الألكان بنزع ذرة هيدروجين واستبدال المقطع آن بالمقطع يهلام، يعني ده اسمه ميثان. لما خليه شق الكال وانتزع منها ذرة هيدروجين هيبقى ميثايل بروبايل ايثايل، يبقى ميثايل ايثايل بروبايل. طب نوضح ده كده كتابة، يبقى انا عندي واضح بالنسبة لتلامذتنا، ادي الكان وادي هنا شق الكايل. شق ايه؟ شق الكايل الكان وشق ايه؟ الكايل. الالكان ده عبارة عن ار، تمام كده، وادي هنا هيدروجين. احنا لو نقصنا منه ذرة الهيدروجينة دي هيدينا شق الايه؟ الالكايل بالشكل ده. طب انا هاخد مثال، مثلا ميثان الرمز بتاعه CH3 ومعاه H كمان، CH3 ومعاه ايه؟ H، ماشي كده. هنشيل ذرة الهيدروجينة دي، هيبقى ادي الهيدروجين اتشال، بقى عندي مجموعة مين؟ CH3 فقط، خلاص كده. طب مجموعة CH3 دي هسميها مجموعة ايه؟ ميثايل. مجموعة الميثايل دي لا توجد في حالة انفراد، لازم يبقى ايه؟ متحد معها اي ذرة تاني. يعني مثلا CH3Cl ده بسميه ايه؟ كلوريد ميثايل. يبقى المركب ده اسمه ايه كده؟ كلوريد ميثايل، لان لا يوجد في حالة ايه؟ انفراد. اخد مثال تاني. يعني انا استنتج من كلام حضرتك ان شق الالكايل هو الكان انتزع منه ذرة هيدروجين. الله يفتح عليك. وبرضو انا استنتج برضو من كلام سعادتك ان كانت الصيغة العامة للالكانات CnH2n زائد 2. لما انا انتزعت H واداني شق الالكايل، اذا اصبحت الصيغة العامة لشق الالكايل CnH2n زائد 1. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. ناخد برضو مثال اخر، ناخد مثال تاني لتوضيح شق الالكايل. ادي غاز الايثان اللي هو C2H6، ده المركب ده اسمه ايثان، هشيل منه ذره ايه؟ هيدروجين، هيدينا C2H5 ومكان الهيدروجين ده فاضي رابطه. طب دي اسمها ايه المجموعه دي؟ مجموعه ايثايل. يعني بنستبدل المقطع ان بالمقطع يل بالمقطع يهلا عند تسميه شق الايه؟ الالكايل. شق الالكايل لو الصيغه العامه هنا زي ما حضرتك قلت CnH2n زائد 2، يبقى شق الالكايل الصيغه العامه بتاعتها CnH2n زائد كام؟ زائد 1. زائد 1. ماشي كده. ده الفرق بين الالكانات وشق الايه؟ الالكايل. يبقى الميثان هيبقى ميثايل، الإيثان هيبقى إيثايل، البروبان بروبايل، البيوتان بيوتايل، وهكذا. أشيل المقطع ألف نون وأحط المقطع ياء. المهم إن الطالب يعرف إن مفيش حاجة اسمها ميثايل، في حاجة اسمها كلوريد ميثايل، لأنه لا يوجد في حالة إيه؟ لا يوجد في حالة انفراد، زيه زي مجموعات الذرية العادية. مفيش حاجة اسمها مفيش مركب اسمه هيدروكسيل أو هيدروكسيد. لو أنت قلت لواحد هيدروكسيد هيقول لك هيدروكسيد إيه؟ نفس الكلام. ميثايل، ميثايل ايه؟ كلوريد ميثايل، بروميد ميثايل، وهكذا. يعني المجموعة الذرية لا توجد منفردة، انما توجد في تكوين المركب العضوي. ده جزء من المركب الايه؟ العضوي. طب استاذنا كده احنا عرفنا اساسا الالكانات وعرفنا شكل الالقايل، وقلنا في اسس طبعا تلامذتنا اتعلموها من اول محاضرة في الحلقة السابقة ان في مقاطع بتدل على عدد ذرات الكربون اللي احنا
سردناها، وفي مقاطع بتدل على نوع الرابطة. لكن التسمية، في تسمية شائعة وفي تسمية بنظام الأيوباك. ومن الأسئلة الهامة جدا اللي جت في امتحان 2013، ما الفرق بين التسمية الشائعة والتسمية بنظام الأيوباك؟ فطبعا التسمية الشائعة بتبقى تبعا للمصدر المستخلص منه المركب، إنما التسمية بنظام الأيوباك اللي احنا هنتكلم عنها، وهي اتباع نظام معين في تسمية أي مركب عضوي، يمكن كل من يقرأه أو يكتبه من التعرف الدقيق على بناء هذا المركب. يعني مثلا سعادتك قلت ميسان، أو ميسان، بمجرد أن أنا قرأت أو استمعت إلى كلمة ميسان، ميس يعني كربونان، يعني رابطة، رابطة أحادية. فرضا بنتان، بنتان أهو، بنت يعني هذا الهيدروكربون يحتوي على 5 ذرات كربون، والرابطة بين ذرات الكربون رابطة أحادية. ده أنا برضو ممكن أستنتج الصيغة الجزئية لهذا المركب. يعني مثلا أدي بنتان، إذا كده عندي 5 كربون، وابتدي أطبق القانون الجزئي اللي عند الألكانات عشان احسب عدد ذرات الاتش، يبقى كده 2 × 5 = 2، يبقى كده عباره عن C5H كام؟ H12. اذا لو قال للطالب ما تعريف الايوباك، الايوباك اللي عباره عن الاتحاد الدولي للكيمياء البحته والتطبيقيه، اللي هو اتباع نظام معين في تسميه اي مركب عضوي، يمكن كل من يقراه او يكتبه من التعرف الدقيق على بناء هذا المركب. احنا هنبتدي دلوقتي ناخد بعض الامثله ونستنتج من خلال تسميه هذه الامثله القواعد التي تتبع عند تسميه الالكانات. اتفضل حضرتك كده، نشوف كده اول مجموعه من المسميات، او لو في تعليق عايز ساعتك تقوله اتفضل قوله. نقول لهم بس مقدمه، هو الحمد لله انك انت قلت ان كلمه ايوباك دي هو منظمه عالميه مسؤوله عن الكيمياء اسمها الاتحاد الدولي للكيمياء البحته والتطبيقيه، ماشي كده، وان من اسم المركب اقدر اجيب الصيغه بتاعته والصيغه الجزيئيه والصيغه البنائيه وكل حاجه. تمام. طيب الناس دي لما بتيجي تسمي المركب، العلماء دول اللي هم الافاضل دول لما بيجي يسموا المركبات العضويه بيعملوا ايه؟ يقول لك اول حاجه بيحدد اسم الهيدروكربون حسب عدد ذرات الكربون في اطول سلسله كربونيه متصله. متصله، متصله او مستمره. بيحدد اسم الهيدروكربون حسب عدد ذرات الكربون في اطول سلسله كربونيه متصله. يعني مثلا لو انا عندي ذره كربون، ادي 1 2 3 4 وهنا 5 6 بالشكل ده، لو انا عندي سلسله كربونيه بالشكل ده وعايز اسمي المركب ده، او عندي ذرات الكربون اطول سلسله، ادي عندي 1 2 3 4 دي سلسله، 1 2 3 4 5 ادي سلسله، 1 2 3 4 5 6 ادي سلسله. يبقى انا عندي السلسله الاطول اللي هي السلسله اللي هحطها جوه الايه، جوه المستطيل ده عشان ايه نبينه، يبقى هو ده السلسله الاطول. طب لما ده يبقى السلسله الاطول، امال ذرتين الكربون اللي بره دول بنسميهم ايه؟ بنسميهم فروع او تفرعات. تفرعات. يبقى اول حاجه بعملها بحدد اسم الهيدروكربون حسب عدد ذرات الكربون في اطول سلسله كربونيه، ده رقم واحد. طب الخطوه اللي بعد كده ايه؟ ان انا بعمل ترقيم، ترقم ذره الكربون الطرفيه من الجهه الاقرب الى التفرعات، سواء كان مجموعه ميثايل او مجموعه ذره هالوجين او مجموعه ايه نيترو. ولكن انا وانا برقم اخلي بالي انت بترقم من انهي اتجاه، وبتخلي بالك من الابجديه، ولازم مجموع الارقام اللي عندك اقل ما يمكن، مجموع الارقام اللي ايه اللي عندك اقل ايه ما يمكن. طب ايه اللي يوضح لي الكلام ده بوضوح شويه كده؟ لو انا جيت خدت المركب ده يا استاذ خالد، احنا هنقول الكلام ده بس انا عايز ابين الحته دي، يعني انا عاوز استخلص من كلام حضرتك حاجتين مهمين. ان انا عشان اسمي الكان او اي هيدروكربون، سواء الكان او الكين او القاين، القاعده الاساسيه اللي لابد يعلمها ابنائنا وبناتنا، ان انا بحدد اطول سلسله كربونيه مستمره او متفرعه. بعدين انا برقم، لما اجي ارقم انا ابتدي ابدا الترقيم من الطرف الاقرب لمكان التفرع،
لكن اذا كانت السلسله خاليه من اي تفرعات اذا انا ابتدي ارقم من اي طرف سواء الايمن او الايسر. طيب نحط الورقه دي كده قدامنا. اتفضل سعد. ونتكلم على ايه؟ على اساسها. ماشي كده؟ تمام. طيب الورقه وضحت كده على المونيتور. طيب ادي مركب اهو. انا عشان اسمي المركب ده اسميه ازاي؟ بعد ذرات الكربون. ادي 1 2 3 4 5. خمسة ده يعني بنت. بصيت للروابط اللي معمولة باللون الاحمر كلها روابط ايه؟ احادية. يبقى ده الكان، يبقى ده بنتان. بنتان. طب ارقم منين؟ يمين زي شمال. ليه؟ لان ما عنديش تفرعات. لو قلت ان دي ذرة الكربون رقم واحد ماشي، لو قلت ان ذرة الكربون رقم واحد برضو ايه؟ ماشي. يبقى طيب المركب ده اسمه ايه؟ واحد بنتان، او ممكن اقول عليه بنتان. بنتان بس. البنتان العادي. نيجي للمركب اللي بعديه. المركب اللي بعديه هبص ادي 1 2 3 4 5، برضو خمسة يعني بنت. وفي برضو 1 2 3. وفي واحد اتنين تلاتة يعني العكس بقى. احنا هنقعد بقى نعد كله يعني. يبقى انا عندي 1 2 3. ما ينفعش اخدها طبعا. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. يبقى الافضل ان انا اخد السلسلة المستقيم اساسا. السلسلة المستقيمة. بنت يعني خمسة. يبقى انا عندي الروابط كلها روابط احادية، يبقى ده بنتان. ولكن عندي مجموعة ميصايل. طب احنا بس عايزين نحط دايرة على التفرع. طيب دايرة على التفرع. ادي التفرع بتاعنا. دي مجموعة. يبقى كده احنا حددنا اطول سلسلة كربونية متصلة. الله يفتح. وحطينا دايرة على التفرع عشان نبتدي نقول للطالب احنا لما نيجي بقى الرقم احنا هنبدأ الترقيم من الطرف الاقرب للتفرع. الله يفتح. للتفرع. يبقى انا عندي التفرع اللي هو مجموعة الميصايل، واضح ان هي قريبة من الذرة الكربون الاولانية دي. لابد برضو نعد برضو. يبقى واحد. اعد. واحد اتنين. واحد اتنين. من ناحية تانية. واحد اتنين تلاتة اربعة. اذا هاخد الطرف الايمن كبداية الترقيم. ماشي كده. يبقى ده رقم 1 2 3 4 5. بقى طالب يرقم بالقلم الرصاص. انا عندي دي مجموعة ميصايل. هكتب كده ميصايل. على ذرة الكربون رقم كام؟ رقم 2. وبين الرقم والميصايل بعمل شرط. يبقى المركب ده اسمه ايه؟ 2 ميصايل بنتان. يعني هنقول ان احنا بنكتب رقم ذرة الكربون. ايوه. اللي خارج منها التفرع، ثم اسم الفرع. ايوه. ثم اسم الالكان. اسم الهيدروكربون. وتوضع شرطة بين الرقم والاسم. اذا ده كده اساس. لابد ابنائنا يبقى مركزين جدا معانا. استاذنا حدد اطول سلسله كربونيه متصله، وبعدين حددنا التفرعات، بعدين الخطوه اللي بعد كده ابتدينا نرقم من الطرف الاقرب لمكان التفرع، كتبنا رقم ذره الكربون اللي خارج منها الفرع، ثم اسم الفرع، ثم اسم الالكان، وقلنا يوضع شرطه بين الرقم والاسم. اذا 2 شرطة ميصايل بنتان، يعني في جزء البنتان على ذرة رقم 2 يوجد تفرع يسمى ميصايل. شكرا لك يا أستاذنا. ننتقل إلى المثال التالي. المثال التاني يديني فكرة جديدة. جميل. أنا عندي هنا أدي برضو 1 2 3 4 5. ده أكتر تفرع. لو عديت من الشمال اليمين 1 2 3 4 5. يبقى أنا عندي خليني في المستقيم. يبقى 1 2 3 4 5. يبقى ده إيه؟ بنت. طب هنعيد تاني معلش التسمية بس ما كانش واضح على المونيتور. نعيدها تاني. ماشي. نوضح تاني. تاني. تمام. بعد كده 1 2 3 4 5. نعد من الشمال 1 2 3 4 5. فأنا عندي كل الاتجاهات خمسة، خليني في السلسلة المستقيمة أسميها بنت. الروابط كلها أحادية، يبقى احنا متفقين ان ده الكان. بضيف له المقطع ألف نون. برضو هنحدد. أنا برضو حددت كده ايه اسم الهيدرو. هنحدد برضو التفرعات بدوائر برضو. ادي كده برضو التفرعات بتاعتي بدوائر. ادي دوائر. قدامي طريقتين، ارقم من اليمين للشمال ولا من الشمال لليمين. احنا متفقين الترقيم بتاعك لازم يكون مجموعهم اقل ما يمكن. فانا لو جيت رقمت من الشمال، من اليمين للشمال، هقول ده 1 2. ده كده ايه رقم كام؟ رقم 1 2 3 4 5. لما يبقى 2 و3 مجموعهم 5. مجموعهم 5. نعد بالعكس 1 2 3 4.
3 و4 مجموعهم كام؟ 7. يبقى احنا ناخد الاقل. يعني احنا بنتبع قاعده مهمه جدا، مجموع الارقام اقل ما يمكن. ما يمكن. الله يفتح اقل ايه؟ ما اقل ما يمكن. طيب انا هرقم من هنا، ادي 1 2 3 4 5. المشكله دلوقتي الجديده ان في عندي ذرتين كربون وعليهم تفرعين. طب انا هكتبهم ازاي؟ قال لك تكتب 2 وبعد كده تعمل فاصله وتكتب 3، يبقى لازم بين الرقم والرقم فصل. بعد كده بعمل ايه؟ بكتب ثنائي ميصايل. ليه قلت ثنائي ميصايل؟ لان انا عندي مجموعتين ميصايل، يبقى ميصايل وميصايل هقول عليها ايه؟ ثنائي ميصايل. واعمل بين الارقام والاسامي شرط، يبقى انا بحط الرقم الاول واعمل فاصله واحط الرقم الثاني، واعمل شرطة عندي الميصايل مجموعتين هقول عليها ثنائي ميصايل. اخر حاجة عندي بتتكتب عندي مين؟ الهيدروكربون اللي هو البنتان. يبقى المركب ده اسمه ايه؟ 2-3 ثنائي ميصايل بنتان. يعني قاعدة جديدة من قواعد التسمية. اذا تكرر التفرع نستخدم مقدمات ثنائي وثلاثي ورباعي الى اخر. مش هقول بقى 2 ميصايل 3 ميصايل، لا. اذا 2 فاصلة 3 شرطة ثنائي ميصايل بنتان. الله يفتح عليك. اذا من القواعد الجديدة في التسمية عند تكرار التفرع نستخدم او تستخدم مقدمات ثنائي ثلاثي رباعي وكذا. ده كده كان بالنسبة لهذا المثال. ناخد شكل تالت. تمام. احنا واخدينها ايه؟ واحدة واحدة كده بالتدرج لحد لما الطالب يتمكن من التسمية، لان ده اساس الكيمياء العضوية اللي موجود تحت الارض اللي ما بيبانش. يعني احنا كل ما كان عميق كل ما بنيانك هيبقى قوي. احنا عايزين بس نوضح حاجة مهمة جدا، ان احنا بنتعرف على القواعد التي تتبع في تسمية المركبات العضوية من خلال امثلة معانا. مش هنقول امثلة بعدين نطبق الكلام ده. اتفضل. الله يفتح عليك. طيب نيجي عند المركب ده، برضو المركب ده عد 1 2 3 4 5 6، 6 ذرات كربون يعني هكس، الروابط كلها احاديه يبقى ده هكسان. ارقم منين؟ ارقم من الناحيه الاقرب للتفرع. طب انا لو رقمت هنا 1 2 3، مظبوط. لو انا رقمت هنا ايه المونيتور ده مشكله. لو انا رقمت من هنا 1 2 3 4، يبقى التفرع موجود على ذره كربون رقم 4. طب لو رقمت من الناحيه الثانيه 1 2 3، يبقى ناخد الاقل. طيب انا عندي ذره مجموعه الميصايل الاولانيه ومجموعه الميصايل الثانيه هقول عليهم ثنائي ميصايل. طب الميصايل الاولاني على ذره الكربون رقم كام؟ رقم 3. طب والميصايل الثاني اعمل فاصله واكتب رقم 3. فالطالب يقول لك يا استاذ اكتبهم مرتين. اكتبهم مرتين. هتكتب 3-3 ثنائي ميصايل هكسان، وما انساش الشرطة اللي بين الارقام وبين الثنائي ميصايل. يعني لابد تبقى التفرعات اساسا عدد التفرعات يتساوى مع عدد الارقام، عدد الأرقام اللي احنا الله يفتح عليك. اللي احنا بنحطها. المثال اللي بعديه شكل جديد. المثال اللي بعديه ايه؟ شكل ايه؟ شكل جديد. ايه هو؟ ان حط لي ذره بروم مع الايه؟ مع المركب بتاعي. هعد المركب، ادي 1 2 3 4، وهنا 1 2 3 4، يبقى من جميع الجهات 4، يبقى ناخد المستقيمه. طيب انا عندي 1 2 3 4، يبقى ده بيوت. الروابط كلها احاديه احط لها المقطع الف نون، يبقى ده ايه؟ بيوتان. لازم احط الفروع بتاعتي ابجديا. يعني انا عندي في فرع في بروم، والفرع الثاني في ميصايل. والابجديه هنا المقصود بيها اللغه الانجليزيه A B C D E F G. الطالب لازم يكون عارفها. ترتيب ابجدي لاتيني. ترتيب ابجدي لاتيني. يعني المثال ده فيه كده مفهوم جديد. أيوة. ان انا كده عندي تفرعات مختلفه. ايوه. التفرعات المختلفه دي لازم تراعي فيها الايه؟ الابجديه. الترتيب الابجدي اللاتيني A B C D E وهكذا يعني. طب ساعتها كده احنا رقمنا رقمنا عشان او حددنا اطول سلسله كربونيه متصله. لو احنا رقمنا بقى هنرقم ازاي عشان نحدد المجموع الاقل؟ هقول كده 1 2 3 4.
البروم موجود على 2 والميثايل موجود على 3، يبقى 2 و3 كام؟ 5. طب رقم من الناحية التانية. رقم من الناحية التانية 1 2 3، يبقى رقم من اي حتة، بس اخلي بالي من مين؟ الترتيب الابجدي اللاتيني. يعني استنتج من كلام حضرتك ان في هذا المثال الهام جدا ان الترقيم من اليسار او من اليمين او من اي طرف اداني مجموع ارقام 5. الله، اذا طالما تساوى مجموع الارقام من الطرفين ابتدي انا ابص على الترتيب الابجدي اللاتيني. طب البروم بياخد رقم قبل الميثايل. انا كده عندي A B C والام بعدين. اذا ابتدي ارقم من طرف البروم وليس الايه الميثايل. الله يفتح عليك. اذا هنقول يبقى انا عندي رقم 1 2 3 4، يبقى هو لي 2 برو مو، حط لها واو، ما اقولش 2 بروم، هقول ايه؟ 2 برو مو. يعني اذا كانت التفرع مجموعه سالبه هالوجين. مجموعه هالوجين سالبه بصفه عامه سواء هالوجين او نيتريت او يوضع الحرف واو. واو، الله يفتح عليك. خلاص كده. والميثايل موجود على ذره الكربون رقم 3، يبقى هكتب 3 ميثايل، يبقى المركب ده اسمه ايه؟ 2 برومو 3 ميثايل بيوتان. يعني 2 شرطة برومو شرطة. أيوة. شرطة. أيوة. 3 شرطة ميثايل بيوتان. تمام، الله يفتح عليك. جميل. ده خالص. ده بالنسبة للايه؟ بالنسبة للتفرعات بتاعتي، ودي الامثلة بتاعتي. طب لو العملية كتيرة شوية، احنا عايزين ناخد كل الاشكال عشان الطالب يبقى ايه؟ يبقى مظبوط معانا. ماشي كده؟ هنبص كده على المينيتور بس عشان نظبط الايه؟ الاشكال اللي معانا. ده كده الشكل الايه اللي معانا. تعال نعد يا استاذ خالد. 1 2 3 4 5 6 7 8. طب نعد كده 1 2 3 4 5 6 7 بس. نعد من الناحيه الثانيه 1 2 3 4 5 6 بس، يبقى 8 هو الاطول. يبقى انا عندي المركب ده الهيدروكربون بتاعي بقول عليه اوكتا، الروابط كلها روابط أحادية، يبقى ده أوكتان. أرقم منين؟ الترقيم بتاعي هيبتدي من أنهي ناحية؟ من أنهي إيه؟ من أنهي ناحية؟ عد كده معايا بالراحة يا أستاذ خالد. عندي مجموعة ميثايل على زرق. يعني أنا لو أنا رقمت أولا حددنا التفرعات هي زي ما سعادتك حددتها. أيوه كده. ماشي. لكن في حاجة مهمة جدا قبل ما نقول الترقيم. يعني كده عندي سي اتش سي ده ميثايل. بعدين عندي في التفرع اللي في الوسط CH2 CH3. ده CH2 CH5. احيانا الطالب يتلخبط. يعني ما اسم هذا التفرع؟ اذا انا ابتدي المه كصيغه جزئيه عشان اقدر احدد اسم الفرع دوت ايه، او احطها جوه الدايره. وطالما ذرتين وفرع يبقى ايثايل على طول. ثلاث ذرات كربون وفرع يبقى بروبايل، يبقى وفرع واحد يبقى ميثايل. يبقى سي اتش 2 سي اتش 3 لو انا لميته تبقى سي 2 اتش 5. دي مجموعة منها اسمه ايثايل. اذا الفرع الاول ميثايل. اللي في الوسط ايثايل. الثالث ميثايل. طب هرقم بقى من الايمن ولا من الايسر؟ نشوف الاصغر، نشوف المجموع الاصغر. انا عندي ادي كده الميثايل على ذره الكربون رقم 2، وبعد كده 3 4. يبقى انا عندي في الاولاني 2، نكتبها كده بره 2، واللي بعديه على ذرة الكربون رقم 4، ادي 1 2 3 4 5 6 7، والتالت على ذرة الكربون رقم 7. يبقى 4 و7 11 11 و2، يبقى كام؟ يبقى 13. طب نعد بالعكس، ده موجود على ذرة الكربون رقم كام؟ 2، يبقى ادي 2. اللي بعديه 3 4 5، ادي 5. خلاص كده. 6 7، ادي 7. لو جيت جمعتهم مع بعض هلاقي ان هو كام؟ 14. هي واضحة. يعني يبقى من اليمين 2 و4 و7 ولا 2 و5 و7؟ يبقى 2 و4 و7. 2 و4 و7. ماشي كده. تمام. يبقى انا هرقم من الناحية اللي مجموعها اقل. يبقى انا عندي كده رقم 1، وبعد كده رقم 2، رقم 3 4 5 6 7 8. خلاص. طيب اكتب الاول الميثايل ولا الايثايل؟ الايثايل. الاي قبل الاب، يبقى انا هكتب الايه؟ الايثايل. طب الايثايل موجود على ذره الكربون رقم كام؟ رقم 4. يبقى هكتب كده 4 شرطه ايثايل. بعد كده عندي مجموعتين ميثايل، هكتبهم ثنائي ميثايل.
طب الاولاني على ذره الكربون رقم كام؟ رقم 2، والتاني رقم 7. والتاني على ذره الكربون رقم كام؟ 7. يبقى المركب ده اسمه ايه؟ 4 ايصايل 2 7 ثنائي ميصايل اوكتان. فاقول للطالب انت لما تشوف شكل المركب ما تتخضش، ده انا لو كتبت لك مركب من اول الحيطه لحد اخر الحيطه وانت عارف الاساسيات هتجيب المركب ده. يعني الطالب بيتبع القواعد يوصل على طول التي تستخدم في تسميه هيدروكربون واحنا بنتكلم عن الالكانات او البارافينات. يبقى في حاجه مهمه جدا، يبقى لما تبقى التفرعات مختلفه بنراعي ترتيب الابجد اللاتيني. واذا كان التفرع مجموعه سالبه هالوجين او نيتريت اللي نايترو، اذا بيضاف الحرف واو لنهايه الاسم ذات نفسه، مثلا كلورو برومو نايترو كل ده ايودو مش يودو ايودو نايترو ده كده كان بالنسبه للتفرعات. طب المثال اللي مثال ناخد برضو مثال تاكيد كل ده، احنا بناكد الايه؟ بناكد المعلومات. برضو مديني مركب تاني متفرع، بس متفرع والطالب يخلي باله ليه؟ عشان ما يضحكش عليه. هو مديني التفرع المركب بتاعي كالاتي: CH3 ده سي، ادي 1 2 3 4 5. اقول له لا، هنا في خداع يا ده، خلي بالك ده هو مديك هنا تحت C3H7. طب انا اقول للطالب لما يديك حاجه زي كده فكها انت بقى، يبقى المركب ده هنكتبه بالشكل ده: CH3 وبعد كده CH2 وبعد كده CH مع تفرع CH3 مع دي الرابطه، وبعد كده C وبعد كده CH3 ونفك بقى C3H7. الله يفتح عليك. C3H7 ده يتفك بس ايه؟ طب استاذنا معلش، معانا اتصال تليفوني. سيد محمود من سوهاج. اهلا بك يا عليكم. سيد وعليكم السلام. السلام ورحمه الله وبركاته. هو استاذ المركب لما يدوني في الامتحان هيدوني سي 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 ولا هيدوني سي اتش 3 سي اتش 3 وسي اتش 2 كده يعني؟ لا هو ممكن كده او كده، انت لازم تتعلم الاثنين. طب انت عارف الاثنين يا سيد؟ عندك سؤال تاني يا سيد؟ لا سأ. طب هو استاذ يعني دلوقتي لو المجموعه مثلا لازم اخدها على طول، ولا لو لقيت عدد الكربون اكثر مثلا في وفي منحنى عاده عادي؟ يعني انت السلسله لو انت بصيت للمركب اللي معانا كده اهو، هو كان الاول مديهاني بالشكل ده CH3 CH2 CH، وبعد كده فرع CH3 وسي CH3 CH3، ومديني C3H7. السي 3 اتش 7 افكر C3 H7 افكر ايوه زي ما وريه، زي ما قدامك موجود اهو، هتفكها تبقى CH2 CH2 CH2، وبعد كده تحدد السلسله الاطول. يعني احنا يا سيد بنفك C3H7 عشان نحدد اطول سلسله كربونيه متصله. يعني هو ايه؟ بدل ما نكتب CH2 CH2 CH3 راح مجمعهم، ولا كده C3H7. لابد ان انا اكون انا منتبه جدا للكلام ده. هو بيشوف هيضحك عليك وانت هتهوده ولا لا؟ احنا بنفك السلسله بتاعتنا C3H7 هنخليه CH2 CH2 CH3، وبعد كده احدد السلسله الكربونيه الاطول. وممكن من غير ما افك خلاص ابقى عارف ان كده ادي C3 عندها 3 كسلسله متصله. بس لما يتفك عشان ما يغلطش، عشان عدم اللخبطه بنقول ايه؟ فك هذه السلسله التثبيت فيها صح ان شاء الله. بقى عندي كام فرع كده؟ ادي فرع، وادي الفرع الثاني، وادي الفرع الايه؟ الثالث. سيد انت معانا محمود على التليفون؟ ايوه معاك. طيب حد هشوف الكربون التفرعات وبعد كده ارقب. طيب انا دلوقتي ارقب منين بقى؟ عد معانا بقى يا سيد، عد معانا يا سيد. بص كده 1 2 3 4. طب عد من الناحيه الثانيه 1 2 3. يبقى ناخد الاصغر 4. يبقى ناخد من الجنب الاقرب اللي هو الاصغر. يبقى انا عندي في 8 هنا يا استاذ، هاخدهم مع بعض السلسله. 8 1 من اول من عند الناحيه الشمال لحد تحت. واحد واحد اتنين واحد لا الناحيه الثانيه. طب 1 2 3 4 5. ما لا يعني بص يا كده سيد كده قصير. احنا بنعد يا سيد ذرات الكربون المتصله ببعضها. طيب. مش كله. بص يا بص يا سيد امشي مع السهم كده معايا، هنعد كده واحد معايا. هي دي قصدي. ايوه
خلاص كده يبقى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. طيب خلاص كده طالما سبعة يبقى ده ايه؟ بنت هي هبت هبتان يا سيد. هيبقى هبتان. هيبقى ايه؟ هبتان. ارقم منين؟ ارقم من الناحية ناحية الشمال او اليسار. يبقى ده واحد وده اتنين وده لا هيبقى من اول ناحيه اليمين الترقيم استاذ عشان الاقرب للتفرع ناحيه اليمين. ايوه لا احنا عندنا ناحيه الشمال. ناحيه الشمال. ناحيه الشمال. ما تلخبطناش يا محمود، مش عارف يمينك من شمالك ولا ايه؟ ها محمود. لا معاك. طيب يعني احنا لما رقمنا من الشمال يا سيد محمود قلنا كده واحد اتنين بقت ثلاثه واربعه. يبقى لو احنا عكسنا الترقيم هتبقى واحد اتنين ثلاثه واربعه. واحد اتنين تلاتة اربعة. ها يبقى احنا بناخد الايه الاصغر. طب بص هيبقى ثلاثة. ايوه قول. طيب هيبقى ثلاثة واربعة. ايوه ثلاثة واربعة ثلاثي ثلاثي مصايد. طيب انا ههود. لا لا, لا, لا لا انا ههود ثواني. ثلاثة واربعة واربعة. لا انا ههود عشان افهم الموقف. احنا قلنا دلوقتي يا سيد ثلاثي مصايل. ايوه كده صح. يبقى انت طالما ثلاثي مصايل يبقى لازم يبقى معاك كام رقم؟ ثلاث ارقام. ثلاث ارقام ضمن الاربع مكرر على ايه؟ ايوه الفرقين. يبقى تكتب المكرر ده. اكتبها مرتين يا استاذ. ايوه يا حبيبي. ماشي يا محمود. ماشي. طيب يبقى المركب اسمه ايه؟ ثلاثة ثلاثة واربعة واربعة ثلاثي ميصايل شرطة هبتان. شرطة نحط شرطة ثلاثي ميصايل هبتان. ماشي. عم الصعيد كله وسوهاج كلها. انت فهمتني يا حبيبي؟ ايوه فهمتك يا استاذ. ايوه واحدة واحدة بنحدد السلسلة الأطول. لو مديني مجموعة ألكايل مجمعة أفكها الأول وبعد كده أرقم من الجهة اللي تديني مجموع أرقام أقل، وبعد كده لما تلاقي مجموعات الألكايل لقيت منها ثلاثي اعرف إن قصادها تلات أرقام، لقيت منها اتنين اعرف إن قصادها رقمين، لقيت منها. طب لو اداني العكس. إيه؟ العكس يديني مثلا اسم المركب وأفكه. اسم المركب وأنت تكتبه بقى. ده بقى نوعية تانية. ده نوعية تانية بس نتدرب على دي الأول. ماشي. عندك تاني أسئلة يا سيد يا محمود؟ لا شكرا. احنا بنشكرك على المشاركة يا سيد، وأي أسئلة تحت أمرك يا حبيبي. ماشي. طيب. اتفضل. ده بالنسبة للمركب يبقى اسمه 3 4 4 ثلاثي ميصايل هبتان. هو المشاركة بتاعته تثبت المعلومة طبعا عنه. طبعا طبعا طبعا. يعني أساسيات الكيمياء العضوية التسمية. أنا طالما اتمكنت من التسمية هعرف أكتب أي مركب وأعرف أذاكر أي معادلة، وكل ما هفتح كتاب الكيمياء هتلاقيني فتحتها على الكيمياء العضويه. ليه؟ لان في بعض الطلبه وصل لهم ان اصعب حاجه في الكيمياء هي الكيمياء العضويه. ده بالعكس، ده من اسهل الابواب، ده اسهل باب واكتر باب شيق هي الكيمياء الايه العضويه. طب انت ليه بتاخد خبراتك بالسمع من الغير؟ ما تخوض انت المعركه وتشوف. لا تراجع ولا استسلام يا ولد، الله يبارك لك. ماشي كده ننتقل للصفحه للصيغه الايه الصيغه اللي بعد كده. الصيغه اللي بعدها برضو ونشوف التسميه. طيب نفس الكلام اللي هو موجود على مظبوط كده. تمام. طيب هنا بقى في فكره جميله جدا يا استاذ سامي. ان احنا من هذا المركب لو احنا عدينا هنجد ان اطول سلسله خمسه، لكن انا عندي اكتر من خمسه. اختار انهي خمسه؟ معلش ده سؤال انا بطرحه على ساعتنا. عدينا طب كده برضو يعني تلامذتنا كده متابعينا. ماشي. أطلع واحد واحد اتنين تلاتة تلاتة اربعة خمسة. طيب طب نشوف برضو اتجاه تاني. طيب واحد ايوة اتنين تلاتة اربعة خمسة. جميل. وعندي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. تمام. وعندي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. جميل. اتجاهات خمسة. اتفضل يا استاذ. في جميع الاتجاهات ايه خمسه. طب اخد انهي سلسله ومين اللي يبقى تفرع بتاعي؟ ها يبقى انا عندي هاخد كده، ممكن اخد السلسله دي كده. ادي واحد اتنين، مش كلهم خمسه يا استاذ خالد؟ ايوه ادي خمسه اهو، واعتبر ان ده ايه تفرع وده كمان تفرع وده كمان تفرع. انا عايز بس استاذن سعادتك في حته مهمه جدا. اتفضل. ايه هي؟ يعني عايزين نعرف تلامذتنا. لو انا كده عندي هيدروكربون وكان عندي اكتر يعني تساوى اكتر من خمس ذرات كربون، ده كده اتجاه خمسه كده خمسه كده خمسه، فانا بختار اطول سلسله كربونيه متصله خارج منها اكبر عدد من التفرعات. خارج منها اكبر عدد من التفرعات. طيب ملحوظه كويسه جدا دي، حلوه جدا. تمام. آه. لان مثلا ايه ممكن اخد خمسه
وخارج منها تفرعين. لا اذا طالما انا كده عندي هيدرو كربون الكان انا عاوز اسميه في هذا الالكان كان عندي اكتر من سلسله تديني خمسه كربون كربون. اذا انا بختار اطول سلسله كربونيه تحتوي على اكبر عدد من التفرعات عشان اقدر اعمل تسميه ايه صحيح. طب قليلا الكلام اللي انت بتقوله ده وانا هشاور على المركب اللي موجود. اتفضل ماشي. ادي كده المركب اللي موجود. هل احنا ظبطنا السلسله الاطول مظبوط كده؟ تمام اهو عنده اهو اكتر من تفرع. ادي كده تفرع 2 3 تمام كده يا استاذنا؟ تمام. طيب انا هبدا اسمي ده 5 ذرات كربون يبقى ده ايه؟ بنتان. طب هو محمود رجع لنا تاني يا استاذ سامي برضه قد يكون مثلا مشاركه معانا. محمود اهلا بك يا محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام. امر يا محمود. حضرتك كان معايا كام سؤال كده. طيب اتفضل يا محمود. هو اول سؤال بيقول الهيدروكربونات مركبات عضويه. ايوه الهيدروكربونات مركبات عضويه تحتوي على عنصري الكربون والهيدروجين. جميل. وضح تقسيم الهيدروكربونات برسم تخطيطي مع ذكر امثله. وضح تقسيم الهيدروكربونات برسم تخطيطي وذكر امثله. ماشي. سؤالك الثاني يا محمود. اكتب الصيغه البنائيه والصيغه الجزيئيه لكل مركب من المركبات الاتيه. اتفضل. 1 أيودو 2 ميثايل هكسان. جميل. ها الكان يحتوي على 6 ذرات كربون ولا يحتوي على مجموعة ميثيلين. ماشي. الكان ينتج من التقطير الجاف لبيونانوت الصوديوم. لا بيوتانوات. بيوتانوات الصوديوم. بيوتانوات الصوديوم. جميل. CH3. خلاص ماشي احنا عرفنا ايه اللي انت عايزه يا محمود. هل في اسئله تانية يا محمود؟ لا شكرا. طب ماشي حاضر. طب هنخلص بس تثبيت المركب ده ونرجع نجيب على الاسئله بتاعت محمود يا استاذ سامي. ماشي ماشي. احنا معاك يا محمود وكل طلباتك مجابه ان شاء الله. عينينا ليك يا محمود واهلا بسوهاج وكل شعب سوهاج ان شاء الله. اتفضل. طيب يبقى انا عندي هنا كده 1 2 3 4 5 انا كده حددت اطول سلسله كربونيه زي ما قلت في جميع الاتجاهات 5 5 5. جميع الاتجاهات عندي ايه؟ 5 5. يبقى انا هاخد اللي فيها التفرعات الايه؟ التفرعات الاكتر. ماشي كده. طيب بص هنا عندي هنا مجموعتين ميثايل يبقى هكتب ثنائي ميثايل. طب ما احنا نرقم الاول يا استاذ سامي. ماشي نرقم. يعني نرقم الاول بس كده عشان نحدد مجموع الارقام اقل ما يمكن. طيب ادي 1 2 و3 يبقوا 5 2 و3 5. طب ارقم من الناحيه الثانيه ادي كده 2 وبعد كده 3 وبعد كده كام؟ 4 صح كده؟ يبقى نرقم بالراحه. ادي يبقى 3 و2 و4 اديني مجموع ارقام اقل ما يمكن. الله يفتح عليك. يبقى على رقم 3 عندي ايساين هقول 3 ايساين. ايوه 3 ايساين. 1 2 3 4 5. يبقى انا اقول ايه؟ 3 ايساين. 3 ايساين. ايساين. ايوه. بعدين 2 و4 وبعد كده 2 فاصلة 4 شرطة ثنائي ميثايل بنتان. ثنائي ميثايل بنتان. طب نرجع بقى لأسئلة محمود. ماشي اوكي. أسئلة محمود كان محمود بيقول لي أن الهيدروكربونات مركبات عضوية تحتوي على الكربون والهيدروجين. وضح تقسيم الهيدروكربونات مع ذكر إيها أمثلة. طيب إحنا بشكل كده سريع يعني كده مخطط لمحمود سبق ان احنا قلناها لكن مفيش مانع ان في الاعاده افاده. تؤمر يا محمود. اتفضل ساعتك يا استاذ. طيب خير ان شاء الله. يبقى انا عندي اول حاجه الهيدرو كربونات. 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 الهيدرو ايه؟ كربونات. هنفكر الهيدرو كده عشان تكفي معانا. هيدرو كربونات عندي منها نوعين. اليفاتيه. هيدرو كربونات اليفاتيه يعني دهنيه يعني. وهيدرو كربونات اروماتيه. الهيدرو كربونات الاليفاتيه عندي منها جزئين. عندي منها سلسلة مفتوحة وعندي منها حلقية. السلسلة المفتوحة اللي هي لا حلقية برضه اللي هي لا حلقية. لا حلقية ودي حلقية. مفتوحة ولا حلقية. والمفتوحة دي عندي منها نوعين. عندي منها مشبعة. مشبعة. وعندي منها غير مشبعة. غير مشبعة. غير ايه؟ غير مشبعة. المشبعة اللي احنا موضوع حلقتنا المشبعة ده اللي احنا شغالين فيه اللي هي الالكانات. الكانات. الغير مشبعة بتنقسم لقسمين. الكين اللي بتحتوي على رابطه مزدوجه بين ذرتي الكربون. والكاين بتحتوي على رابطه ايه؟ رابطه ثلاثيه.
ولكن هو في السؤال في الامتحان ما يجيبلوش تخطيطه زي دي, يعني ما يقولوش اقعد خطط لي يعني مين مع مين, ولكن ماشي سؤال ايه يعتبر تدريب. لكن برضو من الاسئله الجميله جدا اللي هو برضو كان محمود عايزها, قال كان السير. لا يحتوي على مجموعات ميثيلين. ده جميل السؤال ده, مجموعات ميثيلين. بيقول الكان يحتوي على 6 ذرات كربون ولا يحتوي على مجموعه ميثيلين اللي هي CH2. يعني كده. لكن السؤال ده بيجي يا استاذ خالد, اتفضل, لما الطالب يبقى خبره شويه ما يجيلوش في الاول كده. احنا لسه في الاول بنأسسك واحدة واحدة على ازاي تسمي, ولسه ناخد تسمية الالكين وناخد تسمية الالكايد والمسيدي, بس احنا هنجاوبها. نجيب السؤال ان شاء الله. ادي السؤال بتاعه, هو عايز الكان يحتوي على 6 ذرات كربون ولا يحتوي على مجموعة ميثيلين. يعني انا كده هتكلم بقى عن التشكل, ازاي اشكل 6 كربون. ستة كربون هيبقى هنا CH3. طب ما احنا بعد كده سي اتش بقى في السلسله يا استاذه. طيب ايه يعني مثلا نعمل 4 كربون ونخلي في الوسط 2 كربون. ماشي. انا هعمل كده. ادي هنا CH2 CH, وهنا CH3, وهنا CH3, وهنا CH3. ادي المركب بتاعي عباره عن 6 ذرات كربون. المركب لا يحتوي على مجموعه CH2 اللي هو الميثيل. طب انا عايز اسمي المركب ده بالمره بقى. تمام. يبقى انا هرقم منين؟ من اي اتجاه؟ 1 2 3 4. 1 2 3 4 يمين زي شمال, يبقى رقم من اليمين, ربنا يجعلنا من اهل اليمين. ادي 1 2 3 4. عندي ادي فرع مجموعه ميثايل وادي فرع مجموعه ميثايل, يبقى 2 و3. المركب ده اسمه 2, اعمل فاصله, 3 شرطه ثنائي ميثايل, ثنائي ميثايل بيوتان. معانا اتصال تليفوني. علي. اهلا بك يا علي. اهلا بك يا استاذ خالد. اهلا بيك. الحمد لله. انت عامل ايه؟ امر الحمد لله. امر يا علي. كان عندي سؤالين كده بس. تحت امرك, اتفضل يا علي. اولا كنت عايز اسلم على الاستاذ سامي بس. الله يبارك لك فيها يا حبيبي. الله يخليك يا علي. ربنا يخليك يا علي, ربنا يحفظك يا ابني. نلاقيك ان شاء الله من 10 الاوائل كده ان شاء الله. ان شاء الله. الله يكرمك يا رب. الله يكرمك. ربنا يفرحك. اتفضل يا ابني. بيقول ارسم الصيغه البنائيه. ارسم الصيغه البنائيه C6H2. جميل. ها, وعدد روابط سيجما وباي. وعدد الروابط سيجما وباي. السؤال بقى اللي فيه, وكم عدد مولات الهيدروجين. وكم عدد مولات الهيدروجين لتحويله من مركب غير مشبع الى مركب مشبع. من مركب غير مشبع الى مركب مشبع. جميل. في سؤال تاني علي. السؤال التاني بيقول, اتفضل, احسب عدد مولات جزيئات البروبان. احسب ايه؟ عدد جزيئات. عدد مولات جزيئات. عدد مولات جزيئات. ها, معاك يا علي. البروبان في عينه كتلتها قد ايه؟ البروبان في عينه كتلتها في عينه كتلتها, معاك يا علي, 37 جرام. كم؟ 37 من 100 جرام. تمام. ثم احسب عدد جزيئات. نعم. ثم احسب. ثم احسب عدد جزيئات. عدد جزيئات البروبان. البروبان في نفس العينة. في نفس العينة. جميل. علما بأن السي بتساوي 12 والاتش بيساوي 1. جميل. ليه برضو التكملة مثالي برضو؟ لا. نعم. دي مسألة تانية. حاجة تانية ولا كده خلاص يا علي؟ فاضل واحدة بس. اتفضل. احسب عدد ذرات الكربون. احسب عدد ذرات الكربون في عينة ميثان. في عينة ايه؟ ميثان. تزن. نعم. تزن 5 جرام. تزن 5 جرام. في تاني اسئلة؟ 12 والاتش بواحد برضه. في تاني اسئلة؟ لا. الله يكرمك. لو ممكن اشارك مع حضراتكم في التسمية. ان شاء الله يا علي. احنا هنجيب على سؤالك وهتشاركنا ان شاء الله, بس احنا سنخرج في فاصل قصير ثم نعود اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نجدد التحية. اهلا بكم مرة تانية. كان علي ليه سؤال, هنبتدي نجيب على سؤال علي. كان السؤال الاول, معلش يا استاذ ثواني بس, الاول استاذ سامي عشان محمود من سوهاج ما يزعلش مننا, يعني هنكمل سؤال محمود. ناخد محمود الاول وخلصه ان شاء الله معانا علي. طب باذن الله. اتفضل. طيب, هو هنا بيقول لي وضح التقسيم. احنا قسمنا طبعا,
هو بيقول لي اكتب الصيغة البنائية للمركبات الآتية. واحد أيودو. واحد أيودو. اثنين ميثايل. اثنين ميثايل هيكسان. هيكس يعني كام؟ يعني ستة كربون. ستة ذرات كربون. الأول أدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. طب أرقم منين؟ أنت حر، أنت اللي بتكتب، ترقم من الناحية اللي تريحك. خلاص؟ هو بيقول لك واحد أيودو، هتيجي على ذرة الكربون رقم واحد وتكتب يود. اتنين ميثايل، هتيجي على ذرة الكربون رقم اتنين وتكتب مجموعة ايه؟ ميثايل. هو ده المركب بتاعك. وكمل الباقي شيء. وكمل بايه؟ هيدروجين. بالظبط. ولو انت كتبتها كده في الامتحان تاخد درجتك، لان ممكن اشتغل بالسلسلة الايه؟ الكربونية. يبقى المركب ده اسمه ايه؟ واحد ايودو اتنين ميثايل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، يبقى ده ايه؟ هيكسان. الالكان اللي بيحتوي على ست ذرات كربون احنا عملنا له من شوية. الالكان اللي بيحتوي على ست ذرات كربون وسمينا له الاسم ابراهيم، يبقى ايه؟ اتنين وتلاتة ثنائي ميثايل بيوتان. كده احنا خلصنا، مش ابراهيم، محمود من سوهاج عشان ما يزعلش مننا. يبقى احنا كده خلصنا ايه؟ اسئلة ايه؟ محمود. طب بالنسبة لعلي. السؤال التاني علي. علي. علي من الغربية، انسان فاضل دايما بيشاركنا واحنا بنستمتع بلقائه دايما يعني. اهلا بيه. هو بيقول لي ارسم الصيغة البنائية للمركب ده، ست ذرات كربون واتنين هيدروجين. ماشي كده؟ هيبقى ادي ست ذرات كربون، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. لازم بقى اظبط الروابط، والطالب يعرف ان الكربون حواليه اربع روابط. جميل. وهيبقى حريف. انا عندي، هو بيقول الهيدروجينتين اتنين، يبقى دي واحدة موجودة في ذرة الكربون الطرفية ناحية الشمال، والتاني موجود ناحية اليمين الهيدروجين. تعال نبص الروابط. الكربون دي معاها كام ربطة؟ ربطتين. يبقى فاضل له كام؟ ربطتين. ربطتين. الكربونة اللي بعديها معاها كام؟ واحد اتنين تلاتة اربعة. يبقى مش عايز حاجة. الكربونة اللي بعديها معاها كام ربطة؟ اتنين. نكمل اتنين كمان؟ يبقى فاضل كمان ايه؟ اتنين. وبعد كده نسيب واحد لوحده، وبعد كده نكمل كمان ايه؟ اتنين. كده ده الايه؟ المركب بتاعي. هو بيقول لي ايه؟ عدل الروابط سيجما وباي على عيننا وراسنا. ادي السيجما واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. يبقى هكتب كده عدد الروابط سيجما بيساوي سبعة. سبعة روابط. وكل ما يزيد عن الرابطة الاحادية فهو باي. الله يفتح عليك. يبقى كده انا عندي ايه؟ الباي. عندي ستة باي. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. يبقى عدد الروابط باي هيساوي كام؟ ست روابط. طب هو كمان قال لي احسب لي عدد مولات الهيدروجين لتحويل من مركب غير مشبع الى مركب مشبع. ده عد الروابط باي هي عدد مولات الهيدروجين اللازمه. او هنقول حاجه تانية يا استاذنا. اتفضل. كل رابطه تكسر. كل رابطه باي يلزم لها مول. الله يفتح عليك. كل رابطه باي يلزم لها مول. انا كده عندي كام رابطه باي؟ ست. اذا انا عايز ستة مول لتحويل مركب غير مشبع لمركب مشبع. لكن ليا تعليق بس كده عايز اقوله يا استاذ سامي. اتفضل يا حبيبي. ان الطالب يقول مثلا ده القاين عشان في ربطه ثلاثيه. طب ايه الصيغه العامه للالكينات؟ سي ان اتش 2 ان ماينس 2 ناقص 2. ماشي. ولكن دي صيغه عامه لما يكون عندي القاين في ربطه ثلاثيه واحده. واحده بس. ولكن اذا تكررت الرابطه الثلاثيه اذا مش هيبقى دوت القانون الجزيئي العام للالكين. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. اذا القانون الجزيئي العام للالكينات سي ان اتش 2 ان لالكين يحتوي على رابطة ثلاثية مزدوجة واحدة فقط غير كالكين. والقانون العام للالكينات او ما تسمى بالاسيتيلينات هو CnH2n-2 برضو للقاين يحتوي على رابطة ثلاثية. وان شاء الله هنتكلم عن ده باستفاضة لما نيجي نتكلم عن الالكينات والالكينات. لكن نكمل سؤال علي يا استاذنا. اسئلة علي جميل. السؤال جميل جدا جدا. بيقول لي احسب عدد مولات جزيئات البروبان في عينه كتلتها كذا. طيب بيقول لي سبعة. طب نمسك اول جزئيه. اول جزئيه نمسك. نحسب عدد. هو القانون بيقول لي ايه؟ عدد المولات بيساوي كتله الماده على كتله المول الواحد منها. على كتله الايه؟ المول الواحد منها. طب انا عندي البروبان الرمز بتاعه ايه؟ ده C3H8 اتش ايه 8. يبقى 3 في 12. طيب يبقى كتله المول 3 في 12 زائد 8 في 1. يا 8 في ايه؟ في 1. 3 في 12 36.
36 و 8 يبقى يساوي كام؟ 44 جرام. يبقى انا عندي عدد المولات تساوي كتله الماده 7.35 من 100 على 44 واطلع الايه الناتج. الناتج واقول بقى مول هو كذا مول ده كده ايه مول الناتج بالايه بالمول. هو بيقول لي ثم احسب عدد جزيئات البروبان في نفس العينه. يبقى عدد المولات اللي انا جبته ده هضربه في عدد افوكادو اللي هو 6.2 من 100 في 10 اس 23 ده برضه قانون دي قانون ايه سبق دراستها. يبقى الرقم اللي هيطلع من هنا هضربه في عدد افوكادو اللي هو في 6.2 من 100. لكن برضه كان في برضه سؤال واللي احسب عدد ذرات الكربون في عينه ميثان تزن 5 جرام. ماشي اذا الميثان سي اتش 4 ايوه. طب المول من ميثان في كم مول ذره؟ 12 و في 4 مول ذره اتش. ماشي تمام يبقى سي اتش 4 يبقى انت عايز تحسبها بالمقص. تمام طيب انا عندي هنا الميثان الرمز بتاعه سي اتش 4 سي اتش ايه 4 خلاص كده. الواحد مول منه بيحتوي على كام ذره؟ على 4 مول ذره. 4 مول ذره 4 مول ذره 4 مول. طيب انا هضرب الايه ال 4 في 6.2 من 100 في 10 اس 23. الواحد في 6.2 من 100 في 10 اس كام؟ 23. يا اما ممكن اجيبها بالقانون يا اما ممكن اجيبها بالايه بالقانون. تعال نجيبها بالقانون بالراحه كده. انا عندي عدد ذرات الكربون في عينه ميثان تزن 5. اجيب عدد المولات الاول اجيب عدد الايه المولات. عدد المولات بيساوي ايه؟ عدد المولات هتساوي كتله الماده اللي هي 5 على كتله المول اللي هي 12 زائد 1 بكام؟ ب 12 و 16 يبقى 16. كده انا جبت مين؟ عدد المولات. خلاص كده. طب انا عندي عدد ذرات الكربون في العينه تساوي انا عندي ذره واحده بس مش كده؟ يبقى هضربه في ايه؟ في عدد. يبقى عدد المولات اللي طالعه دي هضربها في عدد ايه؟ عدد افوكادو. انت قلت من شويه طريقه تانية ثالثه يعني مثلا سي اتش 4 بيديني 4 اتش. الله يفتح عليك. سي اتش 4 اتش 4 ده كده المول المول في 4 مول اتش. هو عايز عدد ذرات الهيدروجين 4 مول ذره هيدروجين. اذا هقول 4 اتش هو عايز عدد ذرات الكربون يبقى مول كربون. يبقى هي فيها كام؟ واحد مول كربون. كربون كربون ذره واحد مول ذره. هحسب كتله الكتله الموليه للميثان اللي هو كام؟ اللي هو 16. يبقى انا عندي ال 16 جرام بيحتوي على كام؟ بيحتوي على واحد في عدد افوكادرو 6.2% في 10 اس 23 ذره. طب لما يبقى 5 جرام يبقى في قد ايه؟ قد ايه اكس سين. يبقى سين هيساوي ايه؟ شرط اتكسر 5 على 16 في عدد افوكادرو اللي هو 6.2 من 100 في 10 اس 23. نفس القانون اللي احنا عملناه من شويه. يعني انا كنت اعمل ايه؟ عدد 5 على 16 واضربه في عدد ايه؟ افوكادرو. شكرا لك يا استاذ سامي. معانا شروق من اسيوط. شروق السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا يا شروق. قفلت قبل ما نكلمك يا شروق. كده الاتصال انقطع فاحنا هنكمل عادي خالص واذا جالنا تاني اتصال احنا تحت امر شروق. حلوه الاسئله اللي هم جايبينها دي اسئله في منتهى الايه الجمال. طب برضو احنا ما زلنا بنتكلم في التسميه يا استاذنا. ده كان اخر مثال احنا خدناه في التسميه. تمام يبقى احنا كده غطينا كل الايه برضو كل لسه الاشكال. برضو عندنا أشكال. انواع مختلفه في التسميه. في نوع النوع الاخير ده الاخير دوت. ماشي اوكي. يبقى انا عندي بس هو عامل لي فكره بقى ايه جميله جدا. يعني ما تهش انا بالظبط يعني بالزبط. كاتب لي السي اتش 2 بين قوسين الكل 2 وكاتب لي الناحيه الثانيه سي اتش 2 بين قوسين الكل 3. انا اقول لابني وبنتي ايه؟ لو هتتلخبطي او لو هتتلخبط فك الايه المركب بتاعك. فك الايه المركب او نعد عشان بس او نعد على طول. نعد. يبقى انا عندي هنا واحد ادي واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه. يبقى كده انا عندي اوكتان. يبقى ده ايه اوكتان. يبقى انا كده عديت ذرات الايه الكربون. يبقى ذرات الكربون عندي ايه اوكتان. طيب ابتدي بقى ارقم من الطرف الاقرب. الطرف الاقرب الطرف اليمين على طول اللي هو اربعه. يبقى اربعه. يبقى ايه؟ يبقى هنا واحد اتنين تلاته اتنين وتلاته وهنا كام؟ اربعه. يبقى اربعه فاصله اربعه اربعه فاصله اربعه شرطه ثنائي ميثايل اوكتان. اوكتان الله يفتح عليك. طب معانا اتصال تليفوني احمد من المنصوره. اهلا بيك يا ابو حميد. عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا احمد؟ ازيك يا استاذ خالد؟ الله يخليك. امر يا ابو حميد. كان عندي سؤال لو استاذ خالد من الحصه اللي فاتت. اتفضل. اتفضل. كان ياسين سال الاستاذ سامي على المشابهه الجزيئيه. نعم. ياسين كان بيقول له هل كل الايزومرزمات الايزومرزمات
التشابه في درجه الغليان ودرجه الانصهار؟ لا هي بتختلف، بس هو جات الاجابه بس كده على عجله بس كده، لان كانت الحلقه كبدايه كيمياء عضويه كنا بنهتم جدا بالاساسيات، لان احنا لما نيجي نتكلم عن الايزوموريزم هو يعني ايه تعريف الايزوموريزم؟ اتفاق بعض المركبات العضويه في الصيغه الجزيئيه واختلافها في الصيغه البنائيه، وبالتالي في الخواص الكيميائيه والفيزيائيه. اذا طالما في اختلاف في الخواص الفيزيائيه، اذا كده في اختلاف في درجات الانصهار والغليان. في سؤال تاني؟ لا شكرا استاذ. لا تحت امرك، تحت امرك، اتفضل. شكرا استاذ. اتفضل. مش سامعه كويس. طيب على ما اظن كده احنا غطينا التسميه. الحمد لله رب. كويس جدا. لكن عندنا الميسان. الميسان هو اول فرد من افراد الالكانات. الميسان اول فرد من افراد الالكانات. اللي هو عباره عن CH4. ومن الحاجات الجميله جدا ان الميسان ده يعتبر من ابسط المركبات العضويه على الاطلاق. والميسان بيسمى بغاز المستنقعات. ولماذا يسمى غاز الميسان بغاز المستنقعات؟ لأنه يخرج على هيئة فقاقيع من البرك والمستنقعات نتيجة تحلل بعض المواد العضوية. يبقى ليه بيسمى غاز الميسان بغاز المستنقعات؟ لأنه يخرج على هيئة فقاقيع نتيجة تحلل بعض المركبات العضوية الموجودة في مياه البرك والمستنقعات. لكن احنا عايزين نهتم بتحضير الميسان في المختبر، عشان طبعا لنا تعليقات جامدة جدا على هذا الموضوع. لكن لما نيجي احنا نتكلم عن تحضير غاز الميسان في المختبر، لابد يبقى في حاجة اسمها صيغة لفظية، عبارة لفظية الطالب بيكتبها، بعدين بيرسم الجهاز، بعدين يكتب المعادلة. يعني لابد ان تتحقق ثلاثة اشياء لو قال للطالب كيف يمكن تحضير غاز الميثان في المختبر، مع رسم الجهاز المستخدم وكتابة معادلة التفاعل الكيميائي، ولنا تعليقات عليها بس بعد ما نشوفها مع سعادتك. طيب، كيف يمكن تحضير غاز الميثان في المختبر؟ اتفضل يا استاذنا. طيب، زي ما انت حضرتك قلت من شوية، الميثان ده موجود في البترول اللي هو النفط، وده بنحصل عليه. طب عذرا استاذنا، معانا هدير. هدير من الدقهلية. قبل ما نتكلم في الميسان ما تقولش الميسان تاني. اهلا يا هدير. ازيك يا بس؟ اهلا بيك. ازيك يا هدير؟ الحمد لله. هديل معلش بس يا مستر، كان عندي ثلاث اسئله كده اختل، بس في الباب الثالث ممكن اقولهم؟ لا خلينا احنا متفقين. خلي اسئلتنا يا هديل في اطار الكيمياء العضويه، عشان بس ما نخرجش عن موضوع الدرس. الله يبارك لك. للتركيز ليكم كلكم يعني. واحنا في المراجعات برضه هنعيد على الحاجات دي تاني ان شاء الله رب العالمين. ركزي بقى مكان على كده يا هديل. اذا احنا بقى بنرجع لموضوعنا اللي هو كيف يمكن تحضير غاز الميثان. طيب، في المختبر او في المعمل. اقول يعني ولا هتتصل؟ اتفضل ساعتك. طيب خلاص. اتفضل. احنا قلنا ان الميثان موجود مع بيطلع مع النفط اثناء التقطير الايه التجزئي، موجود مع الفحم في مناجم الفحم. اوقات مثلا في الصيد مثلا يقول لك ايه، منجم فحم انفجر، بيبقى سبب الانفجار وجود غاز الميثان جوه الفحم ومع الفحم، وزي ما انت سميته احنا بنسميه غاز الايه المستنقعات. وموجود في الغاز الطبيعي بنسبه تتراوح من 50 الى 90% في الايه في المية. خلاص كده. وبيستخدم كايه؟ كوقود اللي احنا بنستخدمه في المنازل. واخلي بالي برضو ان البروبان والبيوتان الخليط بتاعهم يسمى بيستخدم بوتاجاز، اللي هو البوتاجاز بيستخدم كايه؟ كوقود. بس اخلي بالي لو المنطقه اللي انا هعبي فيها البوتاجاز منطقه بارده، يبقى انا عندي البروبان كتير والبيوتان قليل، لان البروبان اكثر ايه؟ عامه دي كلها تعليقات احنا هنقولها. لكن ناخد بس ايه اتصال تليفوني. دعاء من اسيوط. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. لو سمحتي يا استاذ، في التسميه اللي هي اخر واحده. اخر هتفنى يا استاذ سامي. اخر واحده. اخر واحده. يا استاذ ليه ما جمعهمش قول ثلاثة بروبايل؟ ثلاثة ايه؟ بروبايل اللي هي كانت ثلاثة ايسايل. فين ده؟ فين يا ماما؟ اللي هي كانت مع الاستاذ. دي الاولانيه ولا الثانيه؟ الاولانيه فوق. الاولانيه. لان كل ذره كربون على واحده، مش هما الاثنين على ذره كربون واحده.
كل واحدة دي ذرة كربون، دي مجموعة ميثايل على ذرة الكربون رقم 2. طب مش عشان اجيب اقل عدد من الارقام؟ ايه اجيب اقل عدد من الارقام؟ انت عايزة تاخدي دول كده مع بعض يعني الثلاثة اللي فوق؟ اه. بعد كده هتقولي ايزوبروبايل. احنا دلوقتي بناخد التسميات البسيطة. انت لو قلت الكلام ده هتقولي مثلا ايزوبروبايل. طب انت لو قلت ايزوبروبايل ابسط كلمة تقولي يعني ايه ايزو؟ فاحنا بناخد التسميات البسيطة الاول، وبعد كده لما نتقوى شوية في الكيمياء العضوية هنبدأ ناخد يعني ايه ايزو والحاجات دي كلها. طب يبقى يا مستر في التسمية اللي هي سكتها بتاعت C3H7 ده اللي هو فين؟ اللي هي اول واحدة برضو الكاتيا الاول 100 سي 3 اتش 7 اللي فكيتها. اه احنا بنفكك يا دعاء عشان نحدد اطول سلسله كهربائيه متصله. فانا لابد ان انا افكك يا دعاء. طب ما اقولش ليه 4 برضو ايسايد؟ ايه 4 ايسايد؟ لان من شروط التسميه في الالكانات ان انا بحدد اطول سلسله كربونيه متصله عشان اسمي الالكان. فسي 3 اتش 7 كان اصله سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 3. طب ما انا لميتهم كده انا فكيتها، وبعد كده اخد اللي هم الفرعين اللي فوق دول اللي هم اللي عند ادي المركب بتاعنا اهو. طب هتقول لك كده استنى. طيب ادي المركب اهو، انت عايزه تعمل ايه بقى؟ اللي فوق دول بقى اللي هم عند ذره الكربون رقم 4. دول مش ليه مع بعض؟ واقول ما هو برضه نفس القصه، نفس دول تفرعات. كل فرع تفرعات، كل فرع طالع من كربونه. لا، وكل فرع طالع من رابطه، مش هم الاثنين موجودين في رابطه واحده. انت عرفي يا بنتي اسمك ايه؟ دعاء. بص يا دعاء، لو هما الاثنين موجودين كمجموعه ايسايل هيبقى المركب ده غير مشبع، لان الرابطه دي تزدوج هنا، يبقى المركب بتاعه مش صح. انت فاهماني؟ تمام. يبقى احنا بنسمي زي ما موجود عشان ما نتلخبطش يعني. انت لما تخش في كذا حاجه ورا بعض كده هتلاقي نفسك اتلخبطت. احنا لسه في بدايات الكيمياء العضويه، فاحنا بناخد الحاجات البسيطه اللي ترسخ رجليك في الكيمياء العضويه وتتمكني منها، وبعد كده نخش بقى في الايه، في الفنيات اللي انت بتقول عليها. وبرضه انا اجمع في حاله واحده بس، اذا التجميع مش هياثر على اطول سلسله كربونيه متصله. يعني لو التجميع مش هيكون ليه علاقه باطول سلسله كربونيه متصله انا هبتدي اجمع يا دعاء. اذا الاصل ان انا بحدد اطول سلسله كربونيه متصله زي المركب اللي احنا سميناه لما قلنا 4 ايسايل 2 و7 ثنائي ميثايل اوكتان. انا جمعت سي اتش 2 سي اتش 3 لان دي مش هتاثر على اطول سلسله كربونيه متصله. في الحاله دي اقدر اجمع، لكن لو انا جمعت وتجميعي هياثر على اطول سلسله اذا انا ما جمعش هاخد السلسله اطول السلسله الكربونيه. دعاء في اسئله تانية عندك يا دعاء؟ لا شكرا يا مستر. تأمر يا دعاء. نرجع بقى يا استاذ سامي لتحضير المثال في المختبر عشان بس كده الوقت بيلاهمنا. انت رجعت كام مره؟ مفيش نصيب نرجع. معلش. ادي غاز الميثان. يعني تحضير المثال في المختبر يا استاذ سامي. الحمد لله وصلنا. الحمد لله. ماشي. ما هو برضو يعني ابنائنا على بود ان احنا يعني طبعا هو اسئلتهم جميله كمان. ربنا يحفظهم يا رب ان شاء الله. ربنا يكرمهم ان شاء الله. ان شاء الله. بالتقطير الجاف لأسيتات او خلات او ايثانوات. ايوه الصوديوم مع غير صودي. خلينا في الاسيتات دلوقتي. وخلي الايثانوات لما نوصل لليه للجزء الاخير. لا احنا برضه هنتكلم فيها بس الاول. يبقى انا عندي بعمل تقطير تجزئه تقطير جاف لاسيتات الصوديوم اللامائيه او خلات الصوديوم او خلات الصوديوم اللامائيه مع الجير الصودي. طب اولا ماذا يقصد بالجير الصودي؟ الجير الصودي خليط من هيدروكسيد الصوديوم واكسيد الكالسيوم. واخلي بالي ان اكسيد الكالسيوم لا يشترك في التفاعل الكيميائي، ولكن دوره يعمل كماده صهاره لخفض درجه انصهار المزيج بتاعه. انا عندي خلات الصوديوم مع هيدروكسيد الصوديوم محتاج درجه حراره عاليه قوي. طب انا هقعد اسخن لحد امتى؟ يبقى انا بحط اكسيد كالسيوم كماده صهاره. وفي فرق بين الماده الصهاره والعامل الحفاز على فكره. الماده الصهاره انك انت تخفض درجه انصهار الماده، اما العامل الحفاز انك تقلل طاقه تنشيط التفاعل عشان يزود من سرعه التفاعل. ايوه دي حاجه ودي حاجه. تمام. فانا عندي هنا اكسيد، ما يجي لك سؤال في الامتحان كده علل، يفضل الجير الصودي عن الصودا الكاويه في تحضير الميثان، او لا يستخدم صودا كاويه فقط يستخدم جير صودي عند تحضير غاز الميثان. اختلاف الصيغه بتاعه السؤال بس. يبقى هو ليه؟ لان الجير الصودي خليط من هيدروكسيد الصوديوم واكسيد الكالسيوم، حيث يعمل اكسيد الكالسيوم كماده صهاره لخفض درجه انصهار الخليط. طب التفاعل بيتم ازاي؟ زي ما انا عامل كده بالقلم الجاف اللي مش عارف باين ولا لا، خط خفيف شويه هيوضح كده على المونيتور. على المونيتور المعادله. ايوه تمام كده. يبقى انا عندي مش باينه قوي المجموعه دي كلها
بتطلع مع بعض كده. خلاص كده. لو جيت بصيت للمجموعه دي عباره عن ايه؟ هلاقيها كربونات صوديوم اللي هي Na2CO3، 3 كربون. فضل عندي مين؟ CH3 ودي مجموعه الكايل لا توجد منفرده، وفضل عندي ذره هيدروجين برضو لا توجد في حاله ايه؟ انفراد. يتحدوا مع بعض ويديني غاز الايه؟ غاز الميثان اللي هو المطلوب. غاز الميثان بيجمع بازاحه الماء الى ايه؟ الى اسفل. يبقى انا بعمل ايه؟ بجيب اسيتات صوديوم لا مائيه، احطها في هون كده في المعمل عندنا في هون كده صغير كده، واحط معاه الجير الصودي وهو خليط من هيدروكسيد الصوديوم واكسيد الكالسيوم، واطحنهم هما الاثنين او اصحنهم كده مع بعض، واخد عينه منه في انبوبه اختبار. قبل ما اسخن انبوبه الاختبار اتاكد ان انا طردت الهواء اللي جوه الانبوبه، طردت الهواء اللي جوه الايه؟ الانبوبه. ليه؟ لان غاز الميثان مع الهواء الخليط ده قابل للانفجار. يعني أتفضل. حتى لا يتجمع في المخبار. أيوة. في المخبار خليط من الميثان والهواء، حيث ان هذا الخليط بيشتعل بفرقعه شديده. قابل. اذا يجب التاكد من طرد الهواء من جهاز تحضير غاز الميثان في المختبر. اذا قبل ما انا احضر غاز الميثان في المختبر لابد ان احنا نتاكد من طرد الهواء من هذا الجهاز. ليه؟ حتى لا يتجمع غاز الميثان والهواء داخل المخبار، لان هذا الخليط يشتعل بفرقعه شديده. ده كده كان بالنسبه لتحضير غاز الميثان في المختبر. اذا احنا عملنا تقطير جاف لاسيتات او خلات الصوديوم اللامائيه مع الجير الصودي واداني ميثان. لكن معلش عذرا استاذنا، عايزين برضه نوضح حته معلش. اتفضل. يعني CH3COONA ده اسيتات او خلات صوديوم، عشان برضه دي اسئله بتقابل تلامذتنا، فمعلش عايزين نوضحها. او ليها اسم تاني ايثانوات صوديوم، لان برضه من الاسئله اللي موجوده يقول لي ما ناتج التقطير الجاف لبروبانوات الصوديوم اللامائيه. المفروض سؤال زي ده يجي في اخر سنه في المراجعه، لكن موجود. هنقوله للطلبه. هنقوله للطلبه. ماشي. يبقى اذا اسيتات الصوديوم اللي عباره عن يعني CH3COONA. أيوه. انا عندي اثنين كربون. أيوه. يبقى في ملح الحمض العضوي. فانا سميته ايثانوات صوديوم. كربونه كانت مع السي او او خدت الان اي او ودتنا ان اي 2CO3. تمام ماشي. والسي اتش 3 اللي هي الالكايد خد الاتش وداني ميثان. طب ناتج التقطير الجاف لبروبانوات الصوديوم، نكتب. سعادتك هتكتب لينا رمز بروبانوات الصوديوم، يبقى سي 2H5 سي او او ان اي ان اي. ماشي يا معلم. ماشي كده. نفعله مع جير صودي. ده اسمه ايه؟ بروبانوات. لان في كم كربون عندي؟ دول ثلاثه. ثلاثه كربون على طول، اصل انت التفاعل ده ينقص لك كربون على طول. تمام. يبقى انت هم ثلاثه يخلوهم لك اثنين يديك الايثان، لو هم اربعه تنقص واحد يديك البروبان، وهكذا. يبقى ده صيغه، ده قانون عام مصر، دي طريقه عامه لتحضير الايه؟ الالكانات. يبقى ده مع الجير الصودي اللي هو ال NaOH في وجود حراره و سي اي او، المجموعه دي كلها تطلع مع بعض هيدينا ايه؟ ان اي 2 سي او 3 زائد سي اتش 3، والسي اتش 2 ياخد الهيدروجين اللي فاضل ده يبقى سي اتش 3، والمركب ده اسمه الايه؟ الايثان. ركز بقى معايا كده يا عم خالد عشان اولادنا كمان يركزوا. يعني في ثوابت. فيها ثوابت. الايثانوات يديك ايثانوات اتنين يديك ميثان. ميثان. بروبانوات يديك ايه؟ ايثان. بيوتانوات يديك بروبان. بنتانوات على طول نقص ذره كربون. يعني شيء جميل جدا. ان في الطريقه العامه لتحضير اي الكان في عندي ثوابت موجوده. ماشي. عشان كده اقول للطالب شغل دماغك. يعني في ناتج ثابت عباره عن كربونات الصوديوم. ماشي. يعني انا مثلا عايز احضر ميثان. يبقى احط مجموعه ميثايل مع السي او او ان اي. الله يفتح عليك. بشكل اخر. ايوه جميله. عايز احضر ايثان سي 2 اتش 6 احط سي 2 اتش 5 الالكايل بتاعه مع السي او او ان اي. الله يفتح عليك. اذا انا عندي حاجه ثابته سي او او ان اي وان اي او اتش وسي اي او والمثلث. والثابت في الناتج برضو ان اي 2 سي او 3. طيب اوريك حاجه صغيره كده بعد اذنك. اتفضل. طب انا لو كتبتها كده ار سي او او ان اي
زائد ان ايه او اتش. خلاص كده، ويبقى صيغه ايه؟ صيغه عامه، صيغه عامه لتحضير اي الكان. يبقى انا عندي المجموعه دي كلها بتطلع مع بعض هيدينا ان اي 2 سي او 3 زائد الار ومعاها الاتش. جميل قوي. والله انت عايزها ميسان خليها ميسايل الار دي. جميل. عايز ايسان خليها ايسايل، عايز بروبان خليها بروبايل. بنشكرك استاذ سامي. الله يخليك. معانا شروق من اسيوط. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بك يا شروق، احنا شرفنا بيك النهارده يا شروق. الله يخليك يا استاذ. اتفضلي يا شروق. بس استفسار، هو في التسميه هو انا ليه ما بقولش كلوريد الميثايل مثلا مثلا يعني اللي هي هاليد الالكايل، ليه لازم نقول كلورو واحد كلورو ميثان؟ واحد كلورو ميثان ده التسميه حسب نظام الايوباك. اما الكلوريد الميثايل دي التسميه الشائعه. الاثنين ماشي، الاثنين صح. لو قلت واحد كلورو ميثان ماشي، لو قلت كلوريد الميثايل ماشي، الاثنين صح يا بنتي. طيب تمام. امتى برضو في التسميه اقول تولوين وامتى اقول ميثايل بنزين؟ الاثنين صح برضو يا ماما. ماشي. لو انت قلت تولوين ماشي، لو قلت ميثايل بنزين ماشي، ودي وضحناها في الحلقه اللي قبل اللي فاتت، كانت جاي سؤال كده عابر بس وضحناها. لو قلت تولوين ماشي، لو قلت ميثايل بنزين برضو ماشي. ماشي. طب سؤال، كيف تميز عمليا بين الايسين والايثاين؟ الايسين والايصاين كان زمان موجود عندنا ان احنا بنستخدم كلوريد النحاسوز ولكن اتلغى، او نطرات الفضه النشادريه، او نطرات الفضه ولكن اتلغى. ما عنديش تمييز. انت اللي عندك يا بنتي التمييز بين الكان يعني مركب مشبع وغير مشبع. انك انت تميزي بين الايسان وايسين او ايسان وايصاين. اما مركبين غير مشبعين كان موجود في المنهج القديم خالص بس اتلغى. ماشي كده. طيب استفسار بس، المعادلة المكتوبة في كتاب المدرسة الباب الثاني، الباب الثاني في الكشف عن الكلوريد، هو كتب في معادلة تكوين كلوريد الأمونيوم كتب NH3 زائد HCl وفوق قال محلول النشادر. الاثنين برضو ماشي. لو انت فعلت النشادر مع ال HCl هيديك كلوريد أمونيوم، لو دوبت النشادر في المية وفعلتيه مع ال HCl برضه هيديك سحب بيضاء من كلوريد الأمونيوم. فلو قال نشادر وكتبها هيدرو محلول ماشي، لو كتبها نشادر ماشي. طيب طب كده انقطع الاتصال. نستكمل بقى ايه احنا خواص الفيزيائية بقى. الخواص الايه الفيزيائية. في الخواص الفيزيائية احنا عندنا الافراد الاربعة الاولى غازات، من واحد لاربعة دول غازات، والمتوسطة من خمسة لسبعتاشر سوائل، والعليا اكثر من سبعتاشر مواد صلبة. لكن استاذ سامي في الافراد الاربعة الاولى عندي حاجة مهمة جدا ونقولها بقى كده بالراحة لتلامذتنا. يعني عندنا الميثان اللي عبارة عن الغاز الطبيعي. وعندنا خليط البروبان والبيوتان اللي هو تحت ما يسمى بالبوتاجاز والذي يعبأ في اسطوانات حديدية. برضو ده كده برضو عبارة عن ايه؟ وقود. يعني في فرق بين الغاز الطبيعي والبوتاجاز. الغاز الطبيعي اللي هو عبارة عن غاز الميثان. غاز ايه؟ الميثان. البوتاجاز ده عبارة عن خليط من غازي البروبان والبيوتان. طيب غاز البروبان هو C3H8 وغاز البيوتان C4H10. ماشي. في جزئية خطيرة جدا في الكلام ده، لكن قبل ما نتناولها، من أكثر تطيرا ولماذا؟ البروبان. ده سؤال أنا بطرحه لسعادتك. هل البروبان أم البيوتان ولماذا؟ اتفضل. احنا عندنا البروبان أكثر تطيرا من البيوتان. لماذا؟ لأن انت كل ما بتنزل تحت الكتلة الجزيئة بتزيد، والكتله الجزيئيه لما تزيد الكثافه بتاعت الماده كمان بتزيد. خلاص كده، يعني دوت ليه علاقه بالتطاير. ايوه التطاير، ما كل ما الكثافه تقل بتبقى التطاير اكتر. ماشي كده. يبقى انا عندي البروبان اكثر تطايرا من البيوتان. ممكن مثلا نقول لان البروبان اقل في درجه الغليان. ما طبعا، والبيوتان اكثر في درجه الغليان. اوكي تمام. فكلما قلت درجه الايه الغليان كلما كان ايه اكثر تطاير. دي علاقه ايه عكسيه. هو في علاقه طرديه بين بين درجه الغليان والكتله الجزيئيه، وعلاقه عكسيه بين درجة الغليان والتطاير. ماشي. يبقى كلما زادت الكتلة زادت درجة الغليان. لكن انا عندي علاقة عكسية بين ايه؟
كلما قلت درجة الغليان زاد سرعة التطاير. ماشي. البروبان أكثر تطايرا من البيوتان. لأن البروبان درجة غليانه أقل، فالأقل في درجة الغليان أسرع تطايرا. طب وضح بقى دي سعادتك، عايزين بقى نستنتج الطالب ما يحفظ. طيب. لو أنا عندي مناطق باردة ومناطق حارة، طيب هتبقى انهي نسبه اكبر ولماذا؟ انا هرسم لك انبوبه بوتاجاز قدامنا اهو. اتفضل سعد. بالشكل ده، وادي انبوبه تانية بالشكل ده. ها الورقه مش مظبوطه؟ لا تمام، اتفضل اتفضل. ادي انبوبتين، انا هتخيل الانبوبه الاولانيه دي هبيعها في منطقه حاره، والانبوبه التانية دي هبيعها في منطقه بارده. لو انا في المنطقة الحارة كترت البروبان الاكثر تطايرا، الانبوبة ممكن تنفجر. طب انا بعمل ايه؟ بكتر البيوتان، يبقى الجزء ده بيوتان كتير، واقلل البروبان. ده لما تكون المنطقة حارة، لان البروبان اكثر تطايرا من البيوتان. طب لو المنطقة باردة هنعمل بقى العكس. اقلل البيوتان وازود الايه؟ البروبان. كده اسهل طريقة يعني ان الطالب ايه يظبطها عن طريق الايه؟ الرسمه. الانبوبه هتتباع في منطقه حاره، بنخلي البروبان قليل والبيوتان كتير. لو هتتباع في منطقه بارده، اخلي البروبان الاكثر تطايرا كتير والبيوتان اقل تطايرا. طب احنا معنا اتصال تليفوني، احمد من سوهاج. اهلا يا ابو حميد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه معايا سؤال اختياري في اول جزئيه من الكيمياء الاضويه. اتفضل قول يا احمد. يتفاعل 1 لتر من غاز يتفاعل ايه يا ابو حميد؟ راح يا ابو حميد. يتفاعل 1 لتر من غاز، 1 لتر من الغاز في اتش 4 في ايه؟ ها يا احمد، في اتش 4 سي، يعني يتفاعل 1 لتر من غاز في اتش 4 اول اختيار ده. ولا في 2 اتش 6. طب هو ايه السؤال؟ سؤالك ايه يا احمد؟ ده اختياري. ايوه إيه يعني طب قول بس ما قبل الاختيار ايه اللي هتقوله؟ في اتش 4 الاول السؤال ايه؟ يتفاعل 1 لتر من غاز مع دي النقط؟ طب بعد النقط ايه؟ الأول. في اتش 4. طيب ماشي، سي اتش 4 وسي 2 اتش 6 سي 2 اتش 6 وسي 3 اتش 8 سي 3 اتش 8 وسي 4 اتش 10 سي كاب؟ سي 4 اتش 10 سي 4 اتش 10 اتش 10 ماشي تماما مع 5 لتر من غاز او 2 تماما مع 5 لتر من مين؟ من غاز او 2 او 2 الاكسجين. ها طب وسؤال ثاني، عند احتراق عند احتراق ها ماشي يا احمد معاك عند احتراق 20 سنتيمتر مكعب 20 سنتيمتر مكعب من غاز من غاز ايه؟ نقط سي 3 اتش 6 يعني الاختيار سي 3 اتش 6 ها وسي 4 اتش 10 سي 4 اتش 10 وسي 6 اتش 12 وسي 6 اتش 12 وسي 6 اتش 14 وسي 6 اتش 14 في وفره من غاز الاكسجين ينتج 60 سنتيمتر مكعب من غاز سي او 2 60 سنتيمتر مكعب من سي او 2 ماشي. في تاني اسئله؟ في اخر سؤال اهو. اتفضل. احسب ماشي. ها عدد مولات الاكسجين احسب عدد مولات الاكسجين اللازم لاحتراق 11.4 جرام من الاكتان. لاحتراق كم؟ 11.4 جرام من الاكتان. من الاكتان. بس. طيب استاذ سامي يعني بيقول لي عند احتراق 20 سنتيمتر مكعب من غاز نقط في الاكسجين نتج 60 سنتيمتر مكعب من سي او 2. هو طالب مننا اختيار من الأربعة دول. هو الفكرة أساسا إن أنا كل غاز أبتدي أعمل له عملية احتراق بالأوتو. ده الفكرة. ومعنين أوزن إيه؟ أوزن المعادلة بتاعتي. الله يفتح عليك. ماشي. وأشوف أساسا الغاز نسبته مع السي أو تو الناتج.
التلات افكار كده، السؤال الاولاني فكرته كده، السؤال الثاني فكرته كده، السؤال الثالث هو اللي متغير. انا عندي اول زي طب ما احنا هناخد السؤال اللي في الوسط يعني كمثال على الافكار اللي قالها احمد من سوهاج، وناخد وليكن سي 3 اتش 6 اعمل له عمليه احتراق بالاو 2 من فضل سعادتك، ونزل ونزل المعادله الكيميائيه سي 3 يبقى سي 3 اتش 6 سي 3 اتش 6 زائد او 2 اتش 6 زائد او 2 نتج سي او 2 زائد اتش 2 او اتش 2 او. طبعا انا عندي سي 3 وبحط 3 قبل سي او 2 ادي 3، وعندي اتش 6 احط 3 قبل اتش 2 او 3. لو انا عديت عدد الاكسجين في الناتج يا استاذ سامي يبقى كده عندي 6 و 3 9، هحط قبل الاو 2 9 على 2 9 على 2 9 على 2، فانا كده انا عندي مول سي 3 اتش 6 الناتج ليها 3 مول سي او 2. هنحط 20 سنتيمتر مكعب حسب الاختيار تحت سي 3 اتش 6. سعادتك بس نكتب كده 20 سنتيمتر مكعب تحت سي 3 اتش 6 ادي 20 سنتي تحت سي 3 اتش 6 سي 3 اتش 6 هنا 20 سنتي 20 سنتي متر ماشي و 60 سنتيمتر مكعب تحت سي او 2 60 سنتي 60 سنتيمتر مكعب. يبقى اذا كده اصبحت هو ده اختيارنا لما عملنا احتراق لمول من سي 3 اتش 6 مع وفره من اكسجين نتج 3 مول سي او 2. اذا مول بروبين اللي عباره عن سي 3 اتش 6 نتج ليها 3 مول سي او 2. طب 20 سنتيمتر و 60 سنتيمتر برضه نسبه واحد الى كام؟ 3. اذا اختيارنا اللي هو عباره عن احتراق غاز ايه؟ البروبين سي 3 اتش 6. اتفضل سعادتك. بص يا استاذ، هي بس المساله عشان تبقى بسيطه، ان انا بقى يعني مش معقول هاجي في سؤال اختياري زي ده ممكن يبقى عليه نص درجة، وان انا همسك كل واحد من دول واحدد الاحتراق بتاعه. ماشي كده؟ عشان كده احنا لسه اصلا ما درسناش احتراق المواد دي، يعني احنا لسه دوك بنقول يا هادي بنتكلم في ليه في الميثان. فالاسئلة دي دايما الاسئلة اللي عايزة احتراق الميثان، احتراق الايسين، احتراق البروبين، ده بنخليها لما نخلص الهيدروكربونات. يعني الاسئلة دي خليها لما نخلص الهيدروكربونات. ماشي كده؟ يبقى انا همسك الغاز واشوف عدد مولات بيديني قد ايه، واشوف اللي في المسألة دي اضرب الطرفين في الوسطين واطلع الغاز بتاعي. دي الفكرة بتاعت الايه؟ الغاز. وانت امسك كل غاز وعيش معاه وطلع الايه؟ هو احنا عامة اهو حلينا السؤال، لكن برضو معنا اتصال تليفوني. حامد من بني سويف. هاي السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا حامد؟ ازيك يا مستر؟ اهلا بيك، امر يا حامد. انا معايا سؤالين، واحد علل وسؤال تاني مساء. طب علل يا حامد، اتفضل قول. عند احتراق المركبات العضوية تشتعل. عند احتراق المركبات العضوية تشتعل. تشتعل وينتج دائما بخار الماء وثاني اكسيد الكربون. وينتج دائما، ماشي. ها تمام. طيب والسؤال الثاني، ما عدد ذرات الهيدروجين في السكان؟ بتقول ايه تاني؟ معلش يا حامد، انا كنت عايز اعرف بس كيف احسب النسبه المئويه للكربون في المساله. يعني هو بيقول ان عدد ذرات الهيدروجين في الاركان الذي يحتوي على ثلاث ذرات كربون ده حرصها. كنت عايز اعرف النسبه المئويه كام. النسبه المئويه كام؟ ها في سؤال تاني بس. هو هيدروكربون اليفاتي. هيدروكربون اليفاتي مشبع. مشبع ذو سلسله مفتوحه غير حركي بين قوسين. ذو سلسله ايه؟ مفتوحه. يا فندم. عدد ذراته 17 ذره. عدد ذراته كام؟ 17 ذره. 17 ذره. ها ما عدد ذرات الكربون والهيدروجين دي؟ ماشي عارفها. اكتب الصيغه الجزيئيه عارفها. ما هي الصيغه البنائيه المحتمله لها؟ ثم اذكر اسم كل صيغه منهم تبع لنظام الايوات. ماشي خلاص. ماشي اوكي. ماشي اوكي. بالنسبه لعلل يا استاذ سامي، بيقول عند احتراق المركبات العضوية تشتعل وينتج دائما CO2 وH2O. لان المكونات الرئيسية في المركبات العضوية الكربون والهيدروجين. يعني فانت بتحترق في الاكسجين. اي مركب فالكربون مع الاكسجين دين ثاني اكسيد كربون، والهيدروجين مع الاكسجين دين بخار ماء. يبقى اذا لاحتواء جميع المركبات العضوية على الكربون كعنصر اساسي او رئيسي بجانب الهيدروجين. سؤال بعد كده بيقول ما عدد ذرات الهيدروجين في الالكان الذي يحتوي على ثلاث ذرات كربون؟ عندي القانون بتاعي بيقول لي سي ان اتش 2 ان زائد كام؟ زائد 2. انا عندي عدد ذرات الكربون كام؟ 3. يبقى الهيدروجين 2 في 3 ب 6 و 2 8 يبقى كام؟ 8. يبقى 8. 8. السؤال الثاني بيقول لي هيدروكربون اليفاتي عدد ذرات الكربون عدد الذرات فيها كلها 17،
هيدروكربون ألفاتي احنا بناخد N زائد 2N زائد 2 هيساوي 17. طب يعني معلش عفوا احنا عايزين بس ايه نوضح جبنا منين ان زائد 2 ان الطالب اهو ده الصيغه العامه بتاعتي بالظبط هذه الصيغه باخد الان زائد ال2 ان زائد 2 بيساوي 17 ذره ايه يعني كربون. مجموع الان وال2 ان وال2 ده بيساوي 17 ده عدد ذرات الكربون والهيدروجين تمام ماشي كده يبقى انا عندي ال3 ان هيساوي ال2 هيروح الناحيه الثانيه هيساوي 15 يبقى انا عندي ان لوحدها تساوي كام 15 على الثلاثة يبقى فيها الكام 5 يبقى الالكان في 5 اتش 12 يبقى سي 5 اتش كام اتش 12 بس هو كان عاوز مشابهات الجزيئية يعني هو الان عارف اول وتاني مطلوب طيب خلاص اذا احنا عايزين نكتب المشابهات الجزيئية لسي 5 اتش 12 اقول للطالب دايما عشان تتدرب على المشابهات الجزيئية اشتغل بالايه بالهيكل الكربوني يعني نلعب في السلسله الكربونيه الله يفتح عليك بالظبط بالبلد كده نلعب في السلسله الكربونيه ماشي اوكي تمام ادي كده كربون 1 2 3 4 5 ادي كده شكل ده الشكل رقم 1 الشكل رقم 2 ادي كده 1 2 3 4 وادي ايه ذره كربون ده الشكل الايه الثاني الشكل الثالث ما يجيش يقول لي اجيب دي هنا ما يهمنا زي شمال لو عدنا هي خلاص كده الشكل الثالث هقلل عدد ذرات الكربون 2 3 واحط كربون هنا واحط كربون هنا ده الايه الثلاث اشكال طب ممكن نسميهم يبقى ده اسمه البنتان العادي ده كده اسمه المركب ده 2 ميثايل بيوتان المركب ده اسمه 2 ثنائي ميثايل بروبان ثنائي ميثايل ودي الايزومرزمات المتاحه ليك كده ردينا على سؤال حامد من بني سويف قول للحامد دايما يشتغل بالهيكل الكربوني او السلسله الكربونيه وبعد لما تعينها املى هيدروجين لو سبتها كده برضه هتاخد درجتك طيب احنا هنستكمل معا الخواص الفيزيائيه ماشي كنا اتكلمنا عن البروبان كويس انك فاكر فاضل بس حاجه بسيطه بس كده عشان خلاص الوقت بيداهمنا لو قال لي علل تغطى الفلزات بالالكانات الثقيله الالكانات الثقيله دي مركبات غير قطبيه لا تذوب في الماء جميل فانا لو ماده ما بتذوبش في الماء لو عندي حديد انا حاسس ان هو هيصدي يبقى انا بعمل عمليه تغطيه عشان احميها من الايه من الصدا بنشكر الاستاذ سامي شكر جزيل الله يبارك فيك على المتعه والروعه في سرد المعلومه في نهايه حلقتنا بنشكر كل ابنائنا وبناتنا على مستوى مصر والعالم العربي وإحنا دايما في انتظار تلفوناتكم واستفساراتكم وإلى لقاء إن شاء الله في حلقة أخرى ودرس جديد من دروس الكيمياء العضوية أطيب المنى وأرق تحياتنا كان محدثكم خالد عبد العزيز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام